شايفين السلايدز يا جماعة؟ تمام، شايفين اه الفيديو. تمام يا دكتور. طيب النهارده هنتكلم على النهارده هنتكلم على الاوتبوت ستيجز، كويس، او الباور امبليفايرز. يعني طبعا كلمه اوتبوت ستيجز دي كلمه مو جنرال، يعني الستيج الاخير في السيستم عندك. وعاده الستيج الاخير في السيستم بتاعك ده بيبقى في حالات كتير جدا بيبقى هو باور امبليفاير، كويس. خلينا نشوف applications للباور امبليفايرز. يعني مثلا لو عندنا ترانسميتر، بغض النظر الترانسميتر ده اف ام ترانسميتر زي ما هو باين هنا او اي ترانسميتر، كويس، زي مثلا الترانسميتر بتاع السيل فون بتاعك حتى اللي انت بتتكلم فيه، كويس. في اخر ستيج قبل الانتنه انت عايز تبعت باور كبير على الانتنه، فطبيعي ان اخر ستيج دي هي اللي هتدي الباور الكبير للانتنه دي، اوكي. فاحنا مثلا بنتكلم على اوتبوت ليفلز في الاوردر بتاع مثلا 1 وات في السيل فونز، اوكي. فطبعا لما تيجي تفكر في كلمه 1 وات دي، يعني بتتكلم في فولتج ليفلز بالفولتس، وبتتكلم في كارنتس بالامبيرز او في الاوردر بتاع امبيرز، كويس. نفس الكلام لو انت عندك مثلا ريسيفر، كويس، ممكن تلاقي ان اخر ستيج عندك ان انت مطلع اوديو سيجنال، كويس. او حتى لو ما عندكش ريسيفر، لو انت عندك مجرد اوديو سيستم، الاوديو سيستم ده في الاخر بيدرايف لاود سبيكر، كويس، بيدرايف سماعه، كويس. وبرضه ممكن تلاقي مطلع انه مطلع فيو واتس، يعني مش سنجل وات، لا ممكن تنز اوف واتس طلع لاود سبيكر، كويس. فواضح جدا ان برضه ان انا هحتاج قوه كبيره في اللود ده. الحاجه الكومن بين الانتنا واللاود سبيكر، الحاجه الكومن بالنسبه لنا احنا كالكترونكس، الانتنا مثلا بنتكلم على امبيدنس او بنتكلم على ريزيستنس بتاعتها في حدود ال 10 اوف اومز، صح، 50 اوم مثلا. يعني اللاود سبيكر برضه بنتكلم على فيو اومز، يعني بنتكلم على 8 اوم اند سو اون للاود سبيكر. فواضح جدا ان اخر ستيج دي هتبقى حاجه مختلفه شويه، كويس. يعني الباور امبليفاير ده هيبقى رغم ان هو امبليفاير، فهو امبليفاير هنعمل له ديزاين بطريقه مختلفه او هنبص له بطريقه مختلفه، نتيجه ان هو بيتعامل مع لود، كويس، ليه طبيعه مختلفه، وبيطلع اوتبوت ليفلز او باور ليفلز الفاليو بتاعتها كبيره، اوكي. يعني الباور امبليفاير مثلا مختلف عن الفولتج امبليفاير في كل ما يلي. يعني اوكي، اول حاجه هتلاقيه بيدرايف عاده سمول ريزيستنس، سمول ريزيستنس، كويس، وبيدي كارنتس كبيره، محتاج يدي كارنت كبير، كويس. وهو نفسه ممكن يكون بيديسيبيت باور كبيره، هو نفسه غير الباور رايحه في اللود يعني. وهتلاقي انه سيجنالز السيجنال ليفل كبير، وهتلاقي ان السيجنال ليفل ايه كبير، تمام. وبالتالي الباور امبليفايرز ما نقدرش نتعامل معاهم بنفس الطريقه بتاعت الفولتج امبليفايرز، اكيد في حاجه مختلفه يعني. وزي ما احنا متوقعين انه مثلا في الفولتج امبليفاير انا دايما بهتم بالفولتج جين بتاعه، وبهتم بال بالباند ويث بتاعه، وبهتم بالنويز ليفل بتاعه، ممكن اهتم بالسلويت، ممكن اهتم بحاجات كتير جدا في الفولتج امبليفاير. في الباور امبليفايرز ههتم بحاجات مختلفه شويه، ههتم بحاجات مختلفه مرتبطه بالابلكيشن بتاعت الباور امبليفايرز، كويس. بما ان الباور امبليفاير ده بيتعامل مع لارج سيجنال، كويس، واضح انه سيفرال فولتس، فطبيعي جدا هكون مهتم باللينياريتي او الديستورشن بتاعه. بما ان السيجنال بدات تبقى كبيره، فهيبدا يبقى فيها ديستورشن، او النون لينياريتي بتاعت الامبليفاير هتبدا تبقى حاجه مهمه جدا نبص عليها. حاجه ثانيه مهمه جدا، بما ان هو باور امبليفاير وبيديسيبيت باور كبيره وبيدي باور كبيره، فالباور افشنسي بتاعته برضه هيبقى ديزاين بارامتر مهم جدا. فهو الحقيقه اللينياتي والباور افشنسي هم اهم اثنين ديزاين بارامترز، اهم اثنين ديزاين بارامترز في الباور امبليفايرز، كويس.
بغض النظر عن كل الكلام المكتوب ده، خلينا بس نبقى يعني الجمله تحت الاخيره دي حطيناها في دماغنا وما ننساهاش دايما، ان دي المين تاسك بتاعه الباور امبليفاير او الابوت ستيج، ان هو يبقى عنده مقدره انه يدرايف او يدي كارنت كبير كويس لللود. لازم بس نبقى حاطين دايما في دماغنا انه دي التاسك الرئيسيه للاب ستيج امبليفايرز، انه يقدر يدي كارنت كبيره لللود بتاعنا. في اي سؤال يا جماعه لغايه دلوقتي؟ تمام دكتور. طيب تمام. طيب بما ان الباور امبليفايرز دول هنستخدمهم في ان احنا ندرايف سمول ريزيستنسز، تمام، خلونا نبدا بالحاجه اللي احنا درسناها او اللي احنا عارفينها اللي هي مؤهله ان هي تدرايف سمول ريزيستنس. الحاجه اللي احنا درسناها ومؤهله ان هي تدرايف سمول ريزيستنس طبعا هي الايميتر فولور او السورس فولور، اللي هو كنا بنستخدمه از بافر عشان ندرايف سمول ريزيستنس، وبالتالي هو الحاجه الوحيده او الحاجه اكتر حاجه احنا درسناها لغايه دلوقتي وهي مؤهله ان هي تعمل الفانكشن اللي احنا بنتكلم عليها دي. فتعالى نبدا باللي احنا عارفينه، تعالى نعمل ديزاين سيئه للايميتر فولور وتعالى نشوف ايه القصور اللي موجود ونحاول يعني نعالجه. طيب احنا عندنا هنا ايميتر فولور زي ما انتم شايفين كويس، السبلاي هنا 5 فولت وناقص 5 فولت، السبلاي بلس وماينس لسبب وحيد كويس، ان انت يبقى الدي سي ليفل عند الاوتبوت يبقى بصفر. لما الدي سي ليفل عند الاوتبوت يبقى بصفر كويس، ده معناه ان مفيش دي سي كارنت هيمشي في اللود، صح؟ مفيش دي سي كارنت هيمشي في اللود لان برضه اللود واصل بالجراوند. وطبعا احنا مش عايزين نديسيبيت، يعني مثلا لما يكون عندك هنا اللود 8 اوم مش عايز انت عندك هنا مثلا يبقى عندك في فولتج معين على 8 اوم هيمشي لك دي سي كارنت كبير كويس، وهي ويست باور، انت في غنى ان انت تويست الباور ده. فهو ده السبب ان احنا حاطين بوست ونيجاتيف سبلاي. طبعا الكلام السيستمز القديمه بالذات اللي كانت على البي سي بيز اند سو اون كتير منها بيستخدم بوست ونيجاتيف سبلاي للسبب ده كويس. بس طبعا احنا عارفين انه في حلول للكلام ده، زي ما يعني يمكن في اخر المحاضره خالص هبدا ارجع للحاجات دي تاني، انه لا انا كنت ممكن احط بوستيف سبلاي وجراوند هنا، ساعتها هيبقى هنا في سيرتن دي سي ليفل، ساعتها هحط دي سي بلوكينج كاباستور، لازم احط هنا دي سي بلوكينج كاباستور عشان مفيش دي سي كارنت يبقى ويستد في اللود، صح؟ بس احنا فور سمبلستي عشان بس نركز دلوقتي على المين اوبريشن مش على الدي سي ليفلز والكلام ده، احنا ريحنا نفسنا حطينا بوستيف سبلاي ونيجاتيف سبلاي. طيب عندنا البوستيف سبلاي، عندنا نيجاتيف سبلاي كويس، عندنا هنفترض عندنا سبيكر مثلا زي سماعه، وبالتالي الريزيستنس بتاعتها 8 اوم. اوكي؟ طيب احنا عارفين المعادله الفولتج جين بتاعت الايميتر فولور او السورس فولور هي ار ال على ار ال بلس 1 على جي ام، وطبعا احنا بنبقى عايزين الكلام ده يبقى قريب لواحد. طيب لو انت عندك الار ال دي 8 اوم كويس ودي 8 اوم، الانجينيرنج دايما الانجينيرنج سنس ان انت تخلي الجي ام دي على الاقل مثلا ايه؟ اقل ب 10 مرات من ال 8 اوم، بحيث انه 8 بلس 1 على حاجه عشرها يبقى تقريبا 8 اوم يطلع لك تقريبا 1. اوكي؟ فلو عندنا ار ال ب 8 اوم و1 على جي ام كويس؟ هنخليها عشر 8 اوم يعني 0.8، واحنا عارفين ان الجي ام كويس؟ يعني 1 على جي ام هتساوي 0.8، واحنا عارفين الجي ام بتساوي اي سي على في تي، لو افترضنا ان الفي تي بيساوي 26 ملي فولت يطلع لك ان انت محتاج الاي سي دايركت كالكوليشنز، يطلع لك ان انت الاي سي اللي محتاجها 32.5 ملي امبير. 32.5 ملي امبير. فانت هتحط هنا كارنت سورس، يمشي لك ال 32.5 ملي امبيرز اللي انت محتاج تمشيهم في الترانزستور ده. كويس؟ طيب تعالوا نبدا ندخل سيجنال، بس احنا دلوقتي لما هندخل سيجنال كويس، تعالى برضه نفترض ان احنا عايزين السيجنال اللي طالعه لك هنا يبقى ليها 4 فولت بيك، فانت عندك هنا السيجنال يعني الدي سي ليفل هنا زيرو زي ما اتفقنا، كويس، انت حاطط هنا نيجاتيف سبلاي وبوست سبلاي بحيث تظبط ان الدي سي ليفل هنا يبقى زيرو. انت عايز تطلع سيجنال بقى، بتروح ل 4 فولت وبتنزل لماينس 4 فولت.
كويس. فانت دي السيجنال اللي انت محتاجها على اللود عشان تطلع الاوتبوت باور اللي انت محتاجه في الابلكيشن. تمام، واضح ان برضه انه دي لارج سيجنال، لارج سيجنال. تمام، هل لو نبدا ندخل السيجنال دي، ندخل سيجنال انبوت. طبعا لو انت داخل لك هنا، لو طالع في الاوتبوت 4 فولت وناقص 4 فولت والجين المفروض ان تقريبا بواحد، فانت هتدخل سيجنال تقريبا برضه من ايه، بنفس البيك تو بيك فاليو اللي انت عايز تطلعها. اوكي، تعالوا نبدا ندخل السيجنال دي. اول حاجه لما يكون الفي انبوت، نخلي بالنا بس انه في الاخر الايميتر فولو ده بيعمل ايه، بيعمل ليفل شيفت، بيعمل ليفل شيفت. فانت لما تدخل سيجنال عند 0.8 فولت، يعني سيجنال لو دخل عند 0.8 كويس، هتلاقي ان الاوتبوت 0 كويس. والكرنت فلوينج، انا دلوقتي بتكلم على دلوقتي الفي انبوت دي السيجنال بتاعتك نفسها، دي السيجنال بتاعتك نفسها كويس. فهتلاقي ان دي لو دخلت هنا 0.8 تقريبا احسن، هنا دوب 0.8 هيطلع لك هنا 0 كويس. الكرنت اللي ماشي في اللود هيبقى 0 برضه، لان هنا برضه 0. وبالتالي 32.5 مللي امبير دي كلها اللي هي بتاعت الدي سي سبلاي دي كلها هتبقى ماشيه ايه؟ هتبقى ماشيه في الترانزستور. اوكي؟ طب افرض انت بقى تتعلي عن ال 0.8، دخلت مثلا 1 فولت كويس؟ ولا حاجه، مفيش حاجه هتحصل، كل اللي هيحصل بس ان هنا هيبقى عندك الفولتج هنا هيبقى 0.2 كويس؟ هيبدا يبقى فيه كرنت، هيبدا يبقى فيه كرنت هيبدأ في كانت ماشي في اللود هنا كويس، بقيمه 0.2، بقيمه 0.2 فولت على 8 اوم كويس. ال دي سي كانت سورس ده برضه هيمشي 32.5 مللي امبير، برضه هيمشي 32.5 مللي امبير. الكانت اللي ماشي في الترانزستور مش هيبقى 32.5 مللي امبير، لا هيبقى الكانت اللي 32.5 مللي امبير زائد الكانت اللي رايح في اللود. يعني الكانت اللي في الترانزستور ده هيزيد الحقيقه، الكانت في الترانزستور ده هيزيد. اوكي، زي ما هو باين في السلايد هنا، بدات انا السهم اللي هنا او الكارنت اللي ماشي هنا اكشلي هو مجموع الكارنت اللي في اللود والكارنت الدي سي كارنت اللي هو 32.5 مللي امبير كويس. زي ما احنا شايفين هنا، ادي الانبوت اهو، لو الانبوت بدا من 0.8 وبيطلع هيطلع ل 4.8 فولت كويس. اللي طالع في الاوتبوت هيبقى حاجه دي سي ليفل شيفتد منه، دي سي ليفل شيفتد منه، فهيبدا من 0 كويس، لان عشان الفي بيز ايميتر هنا هيبدا من 0 وهيوصل لغايه 4 فولت، وهو ده اللي احنا عايزينه، احنا عايزين حاجه توصل لغايه بيك 4 فولت. فيبدو لغايه هنا انه مفيش مشكله وانه السيركت دي بتبهيف بالظبط زي ما احنا عايزين، صح؟ طيب لو انت بعد كده جيت في نص السايكل الثاني، يعني وصلت ل 0 وصلت ل 0.8 ثاني وبدات تنزل تحت ال 0.8، بدات تنزل تحت ال 0.8، ايه اللي هيحصل؟ لو بدات تحصل تحت ال 0.8 زي ما هو باين هنا كويس، ليتس سي مثلا 0.7 كويس، الفولتج اللي في الاوتبوت هيبقى ماينس 0.1 كويس. الكارنت اللي ماشي في اللود هيتعكس كويس، لان ده هنا الفولتج بالنيجاتيف، فالكارنت هيبقى ماشي كده كويس، وهتبقى قيمته 12.5 مللي امبير اللي هو ال 0.1، اللي هي ال 0.1 مقسومه على 8 اوم كويس. نخلي بالنا بس ان الكارنت دلوقتي ده بقى 12.5 مللي امبير داخل كده، لو عملت كي سي ال هنا الكارنت اللي تحت في الكارنت سورس ثابت هو 32.5 مللي امبير، وبالتالي الكارنت اللي ماشي في الترانزستور جاي من فوق لازم يبقى 20 مللي امبير. الكارنت اللي ماشي في الترانزستور يبقى 20 مللي امبير، فنخلي بالنا ان الكارنت اللي في الترانزستور بدا يقل مش يزيد، يعني بدا يقل عن ال 32.5 مللي امبير اللي هي دي سي كويس. لو الفي انبوت بقى 0.6 فولت، الفي اوتبوت هتبقى ماينس 0.2 كويس، اللي هو برضه ليفل شيفت 0.8. الكارنت اللي ماشي في اللود هيبقى 25 مللي امبير اللي هو 0.2 على 8 اوم، وبالتالي الكارنت اللي ماشي في الترانزستور هينزل يبقى 7.5 مللي امبير، بحيث ان المجموع يفضل 32.5 مللي امبير. طبعا ايفينشولي بالمنظر ده الكارنت اللي في الترانزستور عمال يقل، الكارنت في الترانزستور عمال يقل وانت لسه عند 0.6. eventually طبعا هتوصل لقيمه كويس لما الفي انبوت يكون 0.54، يعني نزل عن 0.8، نزل كده ل 0.54 كويس. الكارنت اللي في اللود
هنعمل شيفت يعني هو 0.54 في الانبوت، هنعمل شيفت 0.8 هيبقى كانت هنا ماينس 0.26 فولت. لو كانت هنا لو الفولتج هنا بقى ماينس 0.26 فولت تمام على ال 8 اوم هيبقى ماشي في اللود 32.5 ملي امبير. لو ماشي في اللود 32.5 ملي امبير ودي 32.5 ملي امبير، وبالتالي الكارنت اللي ماشي في الترانزستور هيبقى صفر، يعني الترانزستور هيترن اوف. لو انت قلت بالفولتج عن 0.54 مفيش حاجه هتحصل، ما خلاص الترانزستور تيرند اوف. لو انت نزلت عن الفاليو دي كويس مش هيحصل حاجه، هيفضل برضه الاوتبوت ستاك عند الفاليو دي او ساتيوريتد عند الفاليو دي. اوكي نيجي نشوف البيهيفير ده. لو قسمنا الفي اوتبوت مع الفي انبوت كترانسفير كاركترستكس هنلاقي ان هيطلع لنا حاجه بالمنظر ده، الجين بواحد، الجين بواحد كويس، وممكن تزيد يعني كل ما الفي انبوت يزيد الفي اوتبوت بيزيد كويس. لكن وانت نازل في الناحيه النيجاتيف تحت ال 0.8 بتساتيويت عند ماينس 0.26 فولت. اوكي فده شكل الترانسفير كاركترستكس، وده شكل السيجنالز في التايم دومين. ادي الفي انبوت اهو، الفي انبوت جاي على 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 دي سي ليفل 0.8 وبيطلع اهو وبينزل مفيش مشكله خالص. المشكله في الابت، المشكله في الابت اللي هو ليفل شيفتد عنه ب 0.8 نزل عنه 0.8 كويس. المشكله في النيجاتيف سايد، المشكله في النيجاتيف سايد انه بيساتيوريت عند ماينس 0.26 فولت. اوكي فرغم يعني الكونكلوجن هنا رغم ان احنا كنا يبدو لنا ان احنا عملنا ديزاين مظبوط للليميتر فولوور ده كويس، وحطينا واحد على جي ام عش الار ال، واضح ان في مشكله هنا، واضح ان في حاجه ما اتحققتش، واضح ان في حاجه ما اتحققتش خلت ان الايميتر فولوور ده مش شغال كويس الا في السيجنال وهي بتزيد، والسيجنال الصغيره او اقل من 0.8 بيساتوريت عند ماينس 0.26 كويس. طيب نحل المشكله دي ازاي؟ نحل المشكله ازاي؟ حد عنده اقتراحات؟ ممكن مثلا يا دكتور يعني خلي فيه ترانزستور تحت بحيث ان هو اما اللي فوق يترن اوف يبقى اللي تحت اون برضه فالامبليفاير يشتغل. تمام ماشي ممكن يعني خلينا بس نعرف اصل المشكله الاول كويس. اصل المشكله على فكره بس عارفين انه الكارنت الاي 1 ده مش كافي صح؟ يعني الكارنت لما بقى في اللود كبر شويه بقى في الاتجاه ده هنا 32.5 ملي امبير، اول ما ده وصل 32.5 ملي امبير الكارنت ماشي في الترانزستور بقى ايه؟ بقى زيرو. فواضح انه في ليميتيشن، يعني انا بليمت الماكسيمم كارنت اللي ممكن يمشي في الاتجاه ده في اللود عشان في هنا كارنت سورس. فواضح ان الكارنت سورس ده هو المشكله. الكارنت سورس ده هو المشكله. فممكن يبقى في كذا حل، في حل زي الباشمهندس قاله كويس؟ ان انا ابدا الحقيقه اخلص من الكارنت سورس ده، الكارنت سورس ده عامل لي ليميتيشن. عامل ليميتيشن كويس للماكسيمم كارنت اللي ممكن يمشي في اللود في الاتجاه ده، وبالتالي يعني الكارنت اللي ماشي في التسلسل بيتضعف. فانا ممكن اخلص منه او اصح او اصلحه. فاحنا هنبدا بالحل بتاع ان احنا نخلص منه، وبعد كده يعني ليتر في المحاضره هنشوف ازاي نصلح الديزاين ده اساسا لما نبدا نفهم احنا محتاجين ايه بالظبط. فاسهل طريقه طبعا ان احنا نصلح الديزاين ده انه السيركت دي واضح ان هي شغاله ايميتر فولوور في الاتجاه البوزيتيف كويس صح، لكن مش شغاله كايميتر فولوور في الاتجاه النيجاتيف. طب ايه المشكله ان احنا نعمل اثنين ايميتر فولوورز؟ يعني انتوا شايفين قدامكم ده يا جماعه اسهل طريقه ان انت تفهموا ان دول اثنين ايميتر فولوورز، ودي حقيقه يعني ده مش تقريب او حاجه. الاوبريشن هو ان انت حطيت اثنين ايميتر فولوورز، واحد للاتجاه البوزيتيف واحد للاتجاه النيجاتيف. يعني ايه؟ يعني انت في الاتجاه والسيجنال بتزيد، ادي عندك ايميتر فولوور اهو كويس مع اللود خلاص، انت كده بقى عندك ايميتر فولوور اهو، مجرد ان انت عندك الانبوت داخل على البيز الاوتبوت واخده من عند الايميتر كويس، وعندك اللود ار ال والترانزستور ده هتشوف ان هو اوف يعني. فانت كانك عندك ايميتر فولوور في اتجاه البوزيتيف
ومفيش حاجه تمنع ان انت تعمل ايميتر فولو تاني ان بارل معاه. انت عندك اثنين ايميتر فولوز ان بارل، لو السيجنال في الاتجاه النيجاتيف فانا احط لها بي ان بي ترانزستور واعمل ايميتر فولو، الايميتر فولو ساعتها هيبقى كده. فانت هنا كانك حطيت اثنين ايميتر فولوز، يعني انت عندك مثلا سيركت شغاله في اتجاه واحد، خلاص هحط اثنين سيركتس ان بارل كويس، او اثنين ايميتر فولوز ان بارل، كل واحد فيهم يشتغل في جزء من السايكل او الجزء اللي ينفع يشتغل فيه كويس. فهو اللي احنا عاملينه هنا ان احنا حاطين ان بي ان ايميتر فولوور مع بي ان بي ايميتر فولوور كويس. لو الفي انبوت، لو افترضنا برضه هنا حاطين البوست اوف نيجاتيف سبلاي عشان نسهل على نفسنا، في سي سي وماينس في اي ده بالماينس كويس، بحيث ان الدي سي هنا اقدر اظبط الدي سي هنا يبقى بصفر، وبالتالي اللود مش شايف اي دي سي كارنت كويس. فلو الانبوت، لو الانبوت اكبر من الفي بيز ايميتر كويس، الترانزستور اللي فوق ده هو اللي هيبقى شغال وهيبقى عندي ايميتر فولوور في الاتجاه ده. ده لو الانبوت اكبر من في بيز ايميتر 1 كويس، وساعتها الاوتبوت هيبقى ليفل شيفتد فيرجن منه لتحت صح، لانه ال ان بي ان هيشفت الانبوت هيشفته بالفي بي اي تمام، فالاوتبوت هيساوي الفي انبوت ماينس في بي اي. مفيش اي معلومه جديده هنا. لو الانبوت نزل بقى اقل من الفي ايميتر بيز هنا كويس، البي ان بي ترانزستور هو اللي هيبقى شغال وهيبقى عندي ايميتر فولو بالشكل ده، وساعتها الاوتبوت هيبقى عباره عن الانبوت زائد الفي ايميتر بيز زائد الفي ايميتر بيز، فالفي اوتبوت هيساوي في انبوت زائد الفي ايميتر بيز بتاع الترانزستور الثاني. فما الاوتبوت هيبقى الفي انبوت ماينس حاجه، ما الاوتبوت هيبقى الفي انبوت زائد حاجه صح، لان الايميتر فولور بليفل شيفت، فانت لو استخدمت اللي فوق هتليفل شيفت لتحت، هيبقى ادي الفي انبوت اهو هتليفل شيفت بقيمه لتحت، لو انت بتستخدم الايميتر فولور اللي تحت فيبقى عندك الفي انبوت والاوتبوت شيفتد لفوق تمام. لو جينا نقسم الكلام ده، طبعا الاوبريشن هنا بيسموها بوش بول، الستيج دي مثلا انا بوش بول اب ستيج لسبب واضح جدا، ان انت والانبوت في الـ بيزيد هيبقى عندك ايميتر فولوور شغال كده وبتبوش، بنسميها بنبوش، بتبوش كارنت في اللود، بتزق كارنت في اللود. لو الانبوت نزل بالنيجاتيف ده اللي اوف، وعندك ايميتر فولوور هنا كويس، وانت كده انك بتبول كارنت، بتسحب كارنت من اللود، بعد كده بيسموه بوش بول اب ستيج، بوش بول اب ستيج. لو جينا قسمنا بقى الترانسفير كاركترستكس، انا عندي مار الفي اوتبوت بتساوي في انبوت ماينس حاجه، مار الفي اوتبوت بتساوي في انبوت زائد حاجه. طبعا لو جينا قسمنا الكلام ده متوقعين يبقى الشكل المنظر ده، ادي الاوتبوت اهو عباره عن الفي انبوت ماينس في بيز ايميتر كويس، وادي عندنا هنا في النص الثاني او الفي انبوت زائد في بيز ايميتر، فدي اسمها. طيب الجزء اللي في النص ده، الجزء اللي في النص ده كويس، ايه اللي بيحصل فيهم؟ الحقيقه الجزء في النص ده الاثنين ترانزستورز بيبقوا اوف، يعني انت عندك الانبوت لو اكبر من في بيز ايميتر اللي فوق هيشتغل، لو الانبوت اقل من في بيز ايميتر الجزء اللي تحت هيشتغل كويس. طيب لو في النص ما بين الكلام ده الاثنين ترانزستورز اوف صح؟ ليه؟ لان انت مثلا تعال نفترض اي فرض، يعني مثلا لو احنا قلنا الفي انبوت، خلينا بس ناخد الفي انبوت بصفر النقطه دي مثلا كويس، لو الفي انبوت هنا بصفر كويس، هل ينفع الترانزستور اللي فوق يبقى شغال؟ هل ينفع الترانزستور اللي فوق يبقى شغال؟ لو الترانزستور اللي فوق شغال ده معناه انه في هنا في بيز ايميتر، فلو ده صفر يبقى هنا في فولتج بالنيجاتيف صح؟ لازم يبقى هنا في فولتج بالنيجاتيف. لو في هنا فولتج بالنيجاتيف كانت هيبقى ماشي ازاي؟ كانت هيبقى ماشي في الاتجاه ده، كانت هيبقى مسحوب من اللود،
طيب وهل الكارنت المسحوب ده اللود هينفع يمشي في الترانزستور اللي فوق اللي هو افترضنا انه مش هينفع، لان الترانزستور اللي فوق ده بيمشي الكارنت في الاتجاه العكسي، وبالتالي ما ينفعش يبقى اون، ما ينفعش يبقى اون. تمام، نفس الكلام لو احنا لو الانبوت هنا بصفر كويس، هل ينفع الترانزستور اللي تحت يبقى اون؟ يعني ده لو بصفر هل ينفع الترانزستور ده يبقى اون؟ لو الترانزستور ده اون كويس، ده معناه ان الفولتج في النقطه دي اعلى من الزيرو، يعني بوزيتيف. لو الـ لو الـ لو الفولتج هنا بوزيتيف، في كارنت هيبقى ماشي في اللود. هل ينفع الترانزستور ده يديله الترانزستور اللي احنا افترضنا انه اون ده يديله الكارنت ده؟ مش هينفع، مش هينفع يديله الكارنت ده. تمام، لان الترانزستور ده اكشولي بيسحب كارنت، بيمشي كارنت في الاتجاه العكسي، وبالتالي برضه الاسامبشن اللي احنا بدأناها هتبقى غلط برضه، وبالتالي ولا ينفع اللي فوق يبقى اون ولا اللي تحت يبقى اون. فالحقيقه ان احنا بيبقى عندنا كاركترستكس بالمنظر ده، انه في انبوت وهو في الجزء ده الاثنين ترانزستورز اوف كويس، الاثنين ترانزستورز اوف، ده مش شغال وده مش شغال كويس، وبالتالي مفيش كارنت ماشي، مفيش كارنت ماشي في اللود هنا جراوند، ومفيش كارنت ماشي في الـ في الـ في اللود، وبالتالي الاوتبوت برضه زيرو. عشان كده بيبقى الاوتبوت برضه زيرو في الجزء ده، فدي بنسميها ديد زون، السيركت ديد في الفتره دي في الجزء ده من الـ VM. طبعا لو احنا جينا دخلنا ساين ويف، ادي الانبوت اهو، دي ترانسكريبت. لو جينا دخلنا ساين ويف زي ما كنا بنعمل زمان، دخلنا ساين ويف مع التايم على الفي انبوت، وجينا كده نوقع الكلام ده عشان نرسم الاوتبوت كويس، زي ما كنا بنعمل قبل كده، بنعمل الكلام ده زمان كويس. جينا نرسم هنلاقي ان الاوتبوت هيطلع لنا كويس ديستورتد، يعني ادي الانبوت اهو، الاوتبوت شيفتد فيرجن منه، شيفتد فيرجن منه لتحت في جزء، وشيفتد فيرجن منه لفوق في جزء، وفي الحته دي كويس اللي هو الانبوت ما بين التيرن اون فولتج بتاع الترانزستورز، هنلاقي ان الاوتبوت بصفر، الاوتبوت بصفر، فالسيجنال ديستورتد، ديستورشن يعني شكلها اتغير، الويف فورم شكلها اتغير. طبعا الديستورشن ده مش مقبول في ابلكيشنز كتير جدا، مثلا زي الاوديو ابلكيشنز بس يعني ما بيستخدموش عموما بوش بول اوتبوت ستيج بالمنظر ده، لازم يعملوا حاجه امبروفد، يعني لازم يعملوا حاجه امبروفد. تمام، في اي سؤال يا جماعه في الجزء ده؟ دكتور انا عندي سؤال، هو احنا المفروض كنا في قبل ما نعمل الموديفيكيشن ده كنا حاطين الكرنت سورس عشان نضمن ان الجي ام اقل ب10 مرات تقريبا من الار ال، فعشان كده حطينا الكرنت سورس. طب احنا في الموديفيكيشن ده هل احنا ضامنين حاجه زي كده، ولا اليونيتي جين ده مش فارق معانا اصلا؟ لا هو دلوقتي اليونيتي جين فارق معانا، طبعا اليونيتي جين فارق معانا، بس احنا اللي احنا عملناه دلوقتي ان احنا ما بقيناش اللي احنا عملناه ان احنا ما بقيناش نليمت الماكسيمم كانت اللي بيمشي في الليميتر فولو. لو انت خدت بالك هنا كويس في الليميتر فولو اوبريشن، الكانت اللي ماشي في الترانزستور بيزيد عن 32.5 ملي امبير، صح؟ يعني احنا في النص سايكل هنا الاولاني الكانت بيزيد عن 32.5 ملي امبير كويس، فانت كانك حطيتي ايميتر فولور كويس هنا، يعني في الدايره بتاعت البوش بول حطينا ايميتر فولور، الكانت اللي ماشي فيه هيبقى اعلى من اللي انت محتاجاه كويس، هيبقى زي الكانت ده، كل ما تزودي الانبوت كويس هو هيدي كانت زياده، الاوتبوت هيبقى ليفل شيفتد فاليو. يعني هو الايميتر فولور هيعمل ايه؟ انت عمال تزودي الانبوت هنا صح؟ اللي هنا ده شيفتد فاليو منه، شيفتد فاليو منه من 0.8 مثلا، فكل ما الفولتج تزودي الانبوت الفولتج هنا بيزيد، كل ما الفولتج في الاوتبوت بيزيد الفولتج ده مقسوم على المقاومه 8 اوم بيمشي لك كارنت كبير كويس. اللي حصل ان الدي سي كارنت اللي هنا ده كان بيليمت، كان بيليمت الحقيقه مش بيساعدك، هو كان بيحط حد اقصى للكارنت اللي ايه اللي بيمشي في بيليمت الترانزستور، بيليمت الكارنت في الترانزستور في النص سايكل الثاني. لما جينا في النص سايكل الثاني كويس بقى هو اكشولي بيليمت الكارنت. يعني ايه بليمت الكارنت؟ يعني هو حاطط ماكسيموم كارنت ممكن يبقى ماشي في الفي اي كويس، فبقى الكارنت الماكسيموم ده مقسوم ما بين الترانزستور ومقسوم ما بين اللود. اللي احنا عملناه ان احنا شلنا الليميتيشن دي، بقينا حطينا ايميتر اثنين ايميتر فولورز، الاثنين ايميتر فولورز ما فيش ليميتيشن على الكارنت بتاعهم،
فاي سكان فيهم ممكن يزيد زي ما انت عايزها بالظبط. اوكي تمام اخي، شكرا يا دكتور. دكتور يعني باختصار، لما شلنا الكرنت سورس ما بقاش في حاجه كويس بالديفاين الدي سي اللي في الترانزستور. الدي سي كارنت، الدي سي كارنت اللي ماشي في الترانزستور اذا جاز التعبير، هو مجرد هيبقى ايه؟ الفولتج اللي انت حطاه هنا كويس هيتنقل هنا بشيفت 0.8. ال 0.8 الفولتج الشيفت ده هيتقسم على 8 اوم، هو اللي هيحدد لك مش هيبقى في حاجه هنا بقى. الترانزستور الثاني بيبقى اوف صح؟ يعني هنا لو جينا في الاوبريشن هنا في كل نص سايكل انت عندك ايميتر فولور واحد بس شغال صح؟ فايه اللي بيعرف الدي سي؟ مفيش حاجه هنا بتديفاين الدي سي فولتج. الدي سي فولتج مش ديفايند بكارنت سورس، انت بتحط فولتج هنا، الفولتج ده بيجيك هنا شيفت 0.8 لتحت، الفولتج شيفت 0.8 لتحت ده بيتقسم على المقاومه يديك الكارنت اللي ماشي في الترانزستور وفي المقاومه كويس. فمفيش حاجه هنا بتديفاين الدي سي اللي هيمشي في الترانزستور غير الانبوت اللي انت بتدخليه يعني. في سؤال تاني يا جماعة؟ دكتور اتفضل. هو مش المفروض الترانزستور عموما بينفع يبقى الاميتر والكوليكتور يتقلبوا، يعني يبقى الكوليكتور اميتر والاميتر كوليكتور؟ الاميتر لا في البي ان بي يعني؟ ولا ده بيبقى في الموسفت بس؟ ده في الموسفت. البي ان بي لا، لو انت تفتكر كده، لو انت رجعت كده وحاولت تفتكر احنا كنا عاملين سبيشال ارينجمنت، كان ايه السبيشال ارينجمنت في الايميتر لو تفتكر؟ تقريبا كان ان البيز ان الكوليكتور بيبقى فيه الكترونز اكتر. الايميتر كنا بنعمله فيري هايلي دوبت، بحيث الكارنت اللي هيمشي ما بين الايميتر والبيز كويس يبقى ماشي كارنت ماجوريتي كاريرز صح؟ يبقى مثلا لو ان بي ان يبقى كله الكترونز، بحيث الالكترونز دي هي اللي تعدي للناحيه الثانيه، الالكتريك فيلد ياخدها على الناحيه الثانيه صح؟ ما يبقاش نصه هولز ونصه الكترونز. بس ارجع لشاحنة السريع للوبيشن بتاعت البايبولر ترانزستور كويس؟ بغض النظر عن يعني هو ما ينفعش يعني البي ام بي البايبولر ترانزستور لا ما بنقلبش الايميتر والكولكتور. لا بس كده ما ينفعش اشغل ده بالموسفت، لان الموسفت مثلا هيقلب السورس وال لا ينفع اشغله بالموسفت. انا كنت لسه هسالك انت ايه علاقه السؤال بتاعك ده بال يعني نفترض ان انا عندي موسفت هنا كويس، ايه اللي هيمنع ان احنا اشغل موسفت؟ وانا كنت بفكر ان الكرنت، اصل احنا مش عايزين الكرنت يمشي في عكس الدايركشن، فالدايركشن لو الموسفت عادي هيبقى الكوليكتور هو قصدي هيبقى السورس هيتقلب يعني مع الدرين، فعادي الكرنت يمشي في اي دايركشن. بس دلوقتي فكرت في ان هو مش هينفع يسينك في حاجه يعني. لا هو مش هينفع، انت نفس هيبقى نفس الكلام، انت محتاج برضه الفولتج في انبوت ده كويس انت محتاج في الاخر ان الفولتج برضه يبقى اعلى من الثريشولد فولتج. يعني انت لو عندك هنا 0 فولت صح كويس، برضه الانبوت لازم يبقى اعلى من ال 0 فولت، اعلى من الثريشولد ده عشان يمشي كارنت من الدرين للسورس. مش هينفع برضه الكارنت يتعكس، الكارنت مش هينفع يمشي يروح على السبلاي صح؟ تمام، عشان مش هينفع يسينك في السبلاي، يعني مش هينفع يسينك على السبلاي صح؟ فبرضه مش هينفع. تمام شكرا. العفو. في اي سؤال تاني يا جماعه؟ طيب فاحنا دلوقتي احنا حلينا يعني فيما يبدو ان احنا حلينا مشكله، احنا الدنيا اتحسنت طبعا. يعني احنا لو نقارن اللي احنا عاملينه دلوقتي في البوش بول كومبيرد للي كنا عاملينه في الايميتر فولور، الايميتر فولور كانت السيجنال بتبقى كليبت بالمنظر ده او بتساتيوريت عند فاليو معينه كويس. هنا لما احنا جينا حلينا الموضوع يعني اوكي بقى عندنا كروس اوفر ديستورشن، بس الحمد لله السيجنال بتكمل في النيجاتيف سايكل زي في البوزيتيف سايكل. طيب واضح ان احنا كاننا بالظبط عايزين نعمل شيفت
يعني شايفين اللاين ده كده؟ يا سلام لو نعرف نزق اللاين ده لفوق شويه كده، نزحزحه لفوق خليه ماشي كده بحيث نكمل ستريت لاين. بتحس ان انت يعني تحس ان انت عشان تحل المشكله دي ان انت محتاج سيرتن دي سي شيفت. انا بس بحاول يعني افكر معاكم ازاي الناس ديفلوبت السيركتس دي كويس. فاحنا زي ما احنا شفنا هنا، هو في الاول كان عندنا ايميتر فولوور شغال في ناحيه واحده، اوكي؟ فكان ابسط حاجه نفكر فيها طب ما نجيب اثنين ايميتر فولوورز كل واحد شغال في ناحيه، بدل ما احنا عندنا كارنت سورس شكله عامل مشكله. وهنشوف يعني حل المشكله دي مش صعب بالكارنت سورس، بس هنقوله في الاخر يعني، تمام؟ بس يعني عشان نوصل للبوش بول احنا نحط اثنين ايميتر فولورز. طالما الايميتر فولور بيشتغل في نص سايكل كويس، احط واحد بيشتغل في نص سايكل واجيب واحد مقلوب اللي هو بدل ان بي ان بي ان بي يشتغل في نص سايكل الثاني، وكده يبقى انا حليت المشكله. هنا عندي كروس اوفر ديستورشن فكاركترستكس طلع لي بالشكل ده كويس. يبدو لي ان الدي سي شيفت هيزقني ازق نص الكاركترستكس بدي سي شيفت، هيخلي لي ان انا عندي ستريت لاين، يبقى عندي ما عنديش ديستورشن. فهو ده اللي هنعمله فعلا كويس، ان احنا هنحط دي سي شيفت. شايفين الدي سي شيفت اللي هنا ده؟ عملنا دي سي شيفت للانبوت، كاننا زقينا كاركترستكس لفوق. طبعا انا هنا بشرحها لك على كاركترستكس فتبدو منطقيه، وبرضه هنا هتبدو منطقيه كويس. ان انا دلوقتي يعني الدي سي شيفت ده هيخليه الترانزستور لفوق ده ممكن يتيرن اون كويس. طب بس قبل ما نخش في الدي سي شيفت ده، هو هنا بس عشان يعني انا حقيقه يعني طبعا كل التكست بوكس بتحط هنا باتري، انا ما بحبش ان احنا يعني تتشرح بباتري الحقيقه. يعني هو هي الباتري هتديني دي سي شيفت مبدئيا، بس الباتري هتديني دي سي شيفت. يا جماعه انتوا لسه معايا؟ معاك يا دكتور. هي هتخليه على طول مفتوح يعني؟ لا الباتري هتديني دي سي شيفت، هتديني دي سي شيفت. بس هو الفرق بس بين الباتري وبين يعني الفرق بين كلمه دي سي شيفت وبين باتري كويس، ان الباتري بتديني كمان يعني ده سورس، يعني ممكن يديني دي سي شيفت ويسبلاي كارنت كمان، يعني هو يطلع دي سي كارنت صح؟ انا هنا مش محتاج دي سي كارنت، انا محتاج الدي سي شيفت بس، مش محتاج الكارنت ولا حاجه. يعني اذا افترضنا ان الترانزستورز دي ايديال بايبولر، يعني مش هياخد كارنت، يعني البيدا بتاعته كبيره جدا والبيس كارنت بتاعه صغير جدا، فانا مش محتاج الكارنت يعني. فهو الحقيقه يعني هم بيحطوا باتري هنا بس عشان يفهمك ان في دي سي شيفت، بس طبعا احنا مش هنحط باتري ولا حاجه كويس. احنا محتاجين حاجه تدينا دي سي شيفت. ايه اسهل حاجه بتدينا دي سي شيفت؟ حاجات كتير جدا بتدينا دي سي شيفت صح؟ زي مثلا البي ان جنكشن بتديني دي سي شيفت، وانا بعمل ليفل شيفت ازاي؟ فالحقيقه اللي احنا هنحطه كويس، يعني هنحط هنا دايودز تديني الدي سي شيفت ده. طيب هو انا محتاج اعمل ايه؟ بس خلينا نحسب القيمه اللي انا محتاجها هنا، محتاج اعمل دي سي شيفت بقد ايه. هو انا كان عندي في جزء من الكاركترستكس او عندي ال لو جينا كتبنا المعادله بتاعت هنا، عندنا هنا في 1 وفي 2 صح؟ ده دول البوتنشلز الاكروس الدي سي شيفت اللي عندنا هنا، او تجاوزا الباتري اللي عندنا هنا كويس. ايه علاقه الاوتبوت ده بفي 1؟ علاقتهم ان في اوتبوت زائد في بي اي زائد في بي اي بيساوي في 1. طب ايه علاقه الاوتبوت ده بفي 2 كويس؟ الفي اوتبوت ده لو طرحت منه في بي اي يطلع لي في 2. فانا عندي المعادلتين دول، الفي 2 هي الفي اوتبوت ماينس في بي اي، الفي 1 هي الفي اوتبوت زائد في بي اي كويس. لو الفي بي اللي هي الباتري دي تجاوزا هي في 1 ماينس في 2، لو طرحنا الاثنين دول من بعض الفي اوتبوت هتطير، يطلع لي ان الفي بي اللي انا محتاجها او الدي سي شيفت هحتاجه هو مجموع الفي بيز ايميتر بتاعت الاثنين ترانزستورز دول، هما كيو 1 وكيو 2 كويس. فانا هحط دي سي شيفت يساوي مجموع ال في بيز ايميترز لل كيو 1 ترانزستور كيو 1 وترانزستور كيو 2 اللي هو الان بي ان والبي ان بي كويس. هو ده اللي يخلي لي المعادلتين دول يتحققوا. انا بس لما انا كده مش معنى المعادلتين دول، يعني مش معنى المعادلتين، خلي بالك المعادلتين دول اللي احنا كتبناهم دول بيضمنوا لك ان الاثنين ايميتر فولورز شغالين. يعني انت لما تقول
ان الفي اوتبوت هنا هو الفي 1 هنا عباره عن في اوتبوت بلس في بي اي، فانت افترضت ان ده ايميتر فولور ده شغال وبيعمل لك دي شيفت. لما انت كتبت المعادله الثانيه في اوتبوت عباره عن الفي انبوت الفي اوتبوت ماينس الفي بيز ايميتر هنا بيساوي الفي انبوت، انت افترضت ان ده برضه شغال. فانت كانك المعادله، خلي بالك بس المعادلتين اللي احنا كتبناهم دول سمبل ايكويشنز، دول هم ضمنيا بيفترضوا لك ان الاثنين ليفل شيفترز دول شغالين صح. فانت كانك انت الاسامبشن ده هيدن. فانت لما حققت المعادلتين دول مع بعض، اللي حقق لك الكلام ده ان الفي بي الفي بي تساوي الفي بيز ايميتر 1 بلس في بيز ايميتر 2 كويس. فانت هتحط الفي بي دي بتساوي 2 في بيز ايميتر. طبعا لو انت جيت حطيت الفي باتري دي هتلاقي ان الكريستال بتاعتك هتشيفتد، هتلاقي الكريستال بتاعتك هتشيفتد. يعني يعني هتلاقي ان النص ده، اسف خليني ارجع بس للسيركت دي، هتلاقي ان بالنسبه للاوتبوت هنا كويس ما زال هو ليفل شيفتد فاليو من الفي انبوت صح. فانا كاني طلعت في بيز ايميتر. بالنسبه بقى النص الثاني من النص الثاني من السايكل كويس، هنلاقي علاقه الفي اوتبوت بالفي انبوت. الفي انبوت هيطلع ب 2 في بيز ايميتر، هيطلع ب 2 في بيز ايميتر، بعد كده ينزل في بيز ايميتر واحده، يبقى كانه طلع بسنجل في بيز ايميتر. يعني في انبوت بلس 2 في بي اي ماينس 1 في بي اي، فيطلع لك الفي اوتبوت برضه بيساوي الفي انبوت زائد في بي اي. فانت دايما باختصار شديد اكروس الكاركترستكس كلها هيبقى دايما الاوتبوت بيساوي الفي انبوت زائد في بيز ايميتر، سواء في نص السايكل الاولاني او في نص السايكل الثاني، او سواء الايميتر فولور اللي تحت شغال او الايميتر فولور اللي فوق هو اللي شغال. فبقى يعني في النص ده اللي هو البي ان بي اللي شغال، الايميتر فولور اللي تحت هو اللي شغال، احنا عارفين الفي اوتبوت بيساوي في انبوت زائد في بيز ايميتر صح؟ من شكل الضيق اهو. في النص الثاني من السايكل بقى احنا غيرناه، بدل ما كان بيبقى عندنا الفي اوتبوت، الفي اوتبوت هو عباره عن الفي انبوت ماينس في بيز ايميتر، لا احنا غيرنا الكلام ده لما عملنا السيركت دي. بقى عندنا دلوقتي في النص الثاني من السايكل الفي انبوت بيتجمع عليه 2 في بيز ايميتر، وبعد كده تطرح منه سنجل في بيز ايميتر، فالفي اوتبوت بقى برضه الفي انبوت زائد في بيز ايميتر. عشان كده الكاركترستكس برضه يعني في النص ده برضه الاوتبوت بقى في انبوت زائد في بيز ايميتر مش ماينس في بيز ايميتر، وبالتالي يبقى عندك نفس الكاركترستكس اكروس اول الانبوت رينج. اوكي؟ فبقى عندك ستيت لاين بالمنظر ده. تمام؟ واضح اللي انا قلته ده يا جماعه ولا في حد اتلخبط؟ الحقيقه الفي انبوت ممكن احطه هنا، ممكن احط الفي انبوت هنا ما فيش مشكله، بس ساعتها الكاركترستكس هتبقى عامله ايه؟ يعني الفي انبوت اخليه هنا اهو، ساعتها الكاركترستكس هتبقى برضه ستريت لاين بس شيفتد لتحت، يعني مش زي هنا، مش شيفتد لفوق. ليه؟ لان في نص السايكل البوزيتيف ده الاوتبوت هيبقى عباره عن الفي انبوت ماينس في بيز ايميتر صح؟ في نص السايكل الثاني لما الايميتر فولو تحت هو اللي شغال، هيبقى عندي ايه؟ هيبقى الفي انبوت ناقص 2 في بيز ايميتر زائد سنجل في بيز ايميتر. فالاوفر اول ان عندي في انبوت برضه ماينس في بيز ايميتر، فهيبقى اكروس كل الكاركترستكس عندي الفي اوتبوت بيساوي الفي انبوت ماينس في بيز ايميتر. تمام؟ طيب ده شكل الامبلمنتيشن بقى. زي ما قلت لكم مش هنحط هنا باتري ولا حاجه ما بينهم، هنحط ايه؟ هنحط اثنين دايودز هيدوني الاثنين في بيز ايميتر اللي انا محتاجه. انا مش محتاج كارنت حقيقة، انا محتاج بس الليفل شيفت كويس، وادي الانبوت اهو كويس. السيركت دي تبدو سيركت كويسه جدا، بس فيها حاجه كده ايه مش كويسه قوي. تمام؟ هو كان سورس الفوضى محطوط ليه؟ بس عشان مركزين، كان سورس الفوضى محطوط ليه؟ عشان يبوش كارنت في الدايودز اللي شغال. بالظبط، يعني احنا كان عندنا هنا بالافتراض ان عندنا في باتري، فدي خلاص ده سورس، يعني هو هيعمل لي ليفل شيفت ريجاردلس،
صح؟ لكن دلوقتي لما حطيت اتنين دايودز عشان يبقوا اون، ما انا محتاجهم اون، فانا محتاج حاجه تمشي فيهم كارنت. هجيب كارنت منين؟ لازم احط له كارنت سورس هنا. يعني لو كانش في كارنت سورس، لو ما فيش الكارنت سورس ده، ده محتاج بيس كارنت وده محتاج كارنت كده، مين هيديهم كارنت؟ هما الاثنين، ما فيش حاجه تديهم كارنت هما الاثنين. صح؟ وبالتالي انا محتاج هنا كارنت سورس، فالكارنت سورس ده محطوط عشان دي سي بايس، دي سي بايس كارنت سورس. بس هنا برضه يبدو ان في كده يعني كارنت ماشي اهو، هيدي البيز هنا، هيدي الاثنين دايتس دول. كويس. الكارنت اللي ماشي ازاي؟ ماشي كده، دي سي كارنت بتاع البي ام بي ماشي كده، ودي سي كارنت ده جاي من فوق. فالدي سي كارنت الساترتين دول هتبقى تروح فين؟ هتروح في الانبوت. طبعا دي حاجه غير مستحبه، انت ما تعرفش الانبوت ده جاي لك منين، وما تعرفش السوكت اللي جايباه، وكتير جدا هيبقى عندك هنا مثلا كاباستور عشان الدي سي بتاعت التو سيركتس ما يبقاش ميكس توجذر، او تقدر تعمل دي سي بايسنج لكل سيركت اندبندنت عن الثاني. فالارينجمنت دي مش كويسه، الارينجمنت الاحسن ان انا يبقى عندي حاجه بالمنظر اللي انتم شايفينه ده. كويس. احط كارنت سورس ثاني هنا، هو اللي ياخد الدي سي كارنت بتاع ده والدي سي كارنت ده لتحت، بحيث انه ما يبقاش الدي سي كارنت دي محتاجه تروح في الانبوت، ممكن احط هنا كاباستور براحتي، فيبقى عندنا ارينجمنت بالمنظر ده. وزي ما انتم شايفين انا حطيت هنا دلوقتي الانبوت ما بين الاثنين دايودز. هل ده فيه مشكله؟ يعني احنا جربنا حطينا حطينا الانبوت هنا، طلعنا لنا ليفل شيفتد كاركترستكس تحت، حطينا الانبوت تحت هنا طلع لنا ليفل شيفتد كاركترستكس لفوق. طب لو حطينا الانبوت في النص هنا هيبقى عندنا ايه؟ ستريت لاين ماشي بالزيرو من عند بالظبط. يعني دلوقتي ايه علاقه الاوتبوت بالانبوت؟ كدي سي، كدي سي كجين احنا عارفين الجين هيبقى بواحد، يعني لان ده ايميتر فولورز، كله ايميتر فولورز شغال في نص سايكل، بس في الاخر يعني الجين بواحد. دلوقتي علاقه الدي سي ان الفي انبوت هيحصل له دي سي شيفت ليفل اب بي في بيز ايميتر، دي سي ليفل شيفت داون بي في بيز ايميتر، فيطلع عند نفس الدي سي ليفل. كويس. ده لو نص سايكل اللي فوق هو اللي شغال، لو نص سايكل اللي تحت هو اللي شغال، دي سي ليفل شيفت لتحت وبعد كده دي سي ليفل شيفت لفوق. كويس. فلو جيت ارسم الكاركترستكس هيبقى خط ماشي كده. اوكي. فدي حاجه ما فيهاش اي مشكله. طيب فاحنا دلوقتي فاهمين كل حاجه، يعني فاهمين كل ترانزستور من دول محطوط ليه. ده محطوط علشان ده دايمتر فولور، هو ده هو ده الاوت ستيج بتاعي. صح. حاطين ده عشان برضه هو الاوت ستيج بتاعي بس في نص السايكل الثاني. حاطين ده عشان يبوش كارنت يديني دي سي بايس، حطيت هنا الكارنت ده عشان يسحب الدي سي كارنت ما يبقاش محتاج احطه في انبوت او اي حاجه. الدايرز دي محطوطه علشان دي سي ليفل شيفت. صح. وده اللود بتاعنا، وادي البوزيتيف سبلاي وادي النيجاتيف سبلاي، واحنا عارفين ليه بوزيتيف ونيجاتيف سبلاي. تمام. طيب في كمان ممكن نعمل طبعا لما نيجي نمبلمنت الكلام ده يا جماعه احنا فاهمين يعني كان سورس الترانزستور اللي هو الكان الكان سورس اللي ده في الاخر هو ترانزستور برضه. صح. في الاخر برضه هيبقى ترانزستور. ممكن احط هنا بي ام بي ترانزستور عادي جدا واحطه في الايه؟ في الاكتف بحيث يديني ايه؟ كان سورس. ونفس الكلام ممكن احط هنا ان بي ام ترانزستور، ممكن احط هنا ان بي ان ترانزستور كده واخليه في الاكتف، احط له دي سي بايس فيكس دي سي بايس. كويس. بحيث يبقى شغال في الاكتف ويعمل لي يعمل لي كارنت سورس لتحت. فدول في الاخر برضه ترانزستورز. الدايودز دي برضه ترانزستورز، هحط دايود دايود كونكتد ترانزستور. ففي الاخر كل دي ترانزستورز، يعني في الاخر كل دي ترانزستورز، دايود كونكتد ترانزستور. كويس. فممكن في الاخر اعمل حاجه بالمنظر ده، يعني ادي ادي الكارنت سورس اهو. الحقيقه الكارنت سورس اللي تحت ده بدل ما اخليه كارنت سورس، لو هو كارنت سورس كنت احطه هنا فيكس بايس، فيكس دي سي بايس. بس انا قلت طالما كده كده حاطط طالما انا كده كده حاطط دي ترانزستور، ما انا اخلي الانبوت يخش على البيز هنا واستغل ده كامبليفاير. ما انا لو دخلت الانبوت عند البيز وخدت الاوتبوت عند الكولكتور، فانا بقى عندي ايه؟ عندي كومن ايميتر سيركت، فانا عندي كاني عندي فولتج امبليفاير قبل الباور امبليفاير بتاعي. بقى عندي فولتج امبليفاير، يعني من النقطه دي للنقطه دي السيجنال هتتكبر. مش احنا كنا ساعتها يا جماعه بندخل الانبوت هنا عادي؟ كنا بندخل الانبوت هنا. صح؟ طيب انا بدل ما ادخل الانبوت هدخل الانبوت هنا، فيطلع لي الانبوت في المكان اللي انا كنت بدخله قبل كده زمان، بس السيجنال متكبره. متكبره بايه؟ بجي ام
كويس في الريزيستنس اللي انت شايفها عند النقطه دي، في الريزيستنس اللي انت شايفها عند النقطه دي. هو عامه عاده لو احنا جينا خالص هنا اي سيستم في باور امبليفاير بالمنظر ده كويس، ما انت بتقول ان انت هتطلع سيجنال بالفولتس، طب ما السيجنالز ماشيه بالملي فولتس او بالتنز اوف ملي فولتس، فانت عشان ما بتخشش على باور امبليفاير على طول، انت بيبقى عندك فولتج امبليفايرز قبليه، بيبقى عندك ايه فولتج امبليفايرز قبليه يعلوا الفولتج ليفل بدل ما هو بالتنز اوف ملي فولتس يخلوه بالهندردز اوف ملي فولتس كويس، او ممكن حتى يوصلوا اكتر من كده بحيث ان انت تعرف ايه تدخل لارج سيجنال على باور امبليفاير. زي ما انتم شايفين هنا لما احنا كنا مدخلين في انبوت هنا كنا مدخلين لارج سيجنال صح؟ فمدخلين سيجنال كبيره اساسا عليه، فالسيجنال الكبيره عليه دي جايه منين؟ جايه من قبل كده من فولتج امبليفايرز موجودين قبله كبروا السيجنال من التنز اند هاندرز اوف ملي فولتس وصلوها من الفيو ملي فولتس وال10 ملي فولتس وصلوها التنز اوف ملي فولتس كويس عشان قبل ما اخش على الباور امبليفاير. فانت ما فيش حاجه تمنع ان انت تعمل فولتج امبليفاير زياده او تستغل الباور امبليفاير بتاعك انه يديك فولتج جين كويس قبل ما تخش على الايميتر فولور ستيجز بتوعك اللي هم الاب ستيج الحي. تمام لو احنا عايزين نعرف بس عشان برضه نبقى مركزين، لو انت كده جيت هتمشي هنا كارنت صح؟ وهنا في كارنت ماشي، تفتكروا الكارنت اللي هنا ده اللي هو في كيو 1 ايه علاقته بالكارنت اللي ماشي في كيو 3؟ يعني مين فيهم اكبر من الثاني؟ يعني عندي ماشي كارنت في كيو 1 وعندي ماشي كارنت في كيو 3، مين فيهم اكبر من الثاني؟ احنا عاوزين الكارنت في كيو 3 قليل عشان كيك مش هنستفيد منه في عشان؟ عشان نستفيد منه في ال بتقول هنستفيد ولا مش هنستفيد؟ مش هنستفيد منه. تمام تمام صح. خلي بالنا بس ان انا دلوقتي لما بقول ان انا عايز هنا 4 فولت بيك تو بيك 4 فولت بيك يعني 8 فولت بيك تو بيك كويس، يعني محتاج هنا كارنت 4 فولت مقسوم على لو هنا دي 4 فولت مقسوم على 8 اوم، فانت محتاج نص امبير في البيك هنا، محتاج نص امبير. النص امبير دول اللي هيمشوا كويس في اللود هيجوا لك من كيو 1، يعني كيو 1 ده اللي هيديك كارنت في نص سايكل كيو 1. كيو 1 هيبقى شغال في نص سايكل كيو 1 هيبقى شغال كويس، هيديك الكارنت اللي هو ايه النص امبير ده صح. هنا في بيس كارنت اللي هو الكارنت ده مقسوم على بيتا، هنا كارنت صغير يعني، لكن الكارنت اللي ماشي هنا دي سي كارنت هنا ده كل شغلته بس انه يديك البيس كارنت اللي هنا ويمشي لك كارنت في الدايز دي عشان يديك الدي سي ليفل شيفت، ويكمل الكارنت ده حتى يمشي لك في الكومن ايميتر ده، بس ستيل الفولتج امبليفايرز مش محتاجين كارنت كبير كويس، لكن النص امبير دول هيجوا من كيو 1، فالكارنت الكبير او كيو 1 ده هتبقى مساحته كبيره، هيبقى ترانزستور كبير، هيبقى باور امبليفاير باور ترانزستور كويس. نفس الكلام في الترانزستور اللي تحت، فالكارنتس اللي ماشيه هنا كارنتس كبيره، الكارنتس اللي ماشيه هنا كارنتس صغيره، مش موضوع ان هم قد بعض ولا عشان مقسومين الترانزستورز دول بنفس كده الشكل. ف اوكي الاوتبوت ستيج بتاعك هو ده كويس، اللي هنا ده كان هدفه دي سي ليفل شيفت وحاجات زي كده كويس. لو جينا نجيب يعني لو جينا نكتب فورمولا للكارنت، فانا الفي دايود يعني اسف احنا عندنا دلوقتي مثلا الفي بيز ايميتر اللي هنا دي او الفي دروب اللي هنا دي بتساوي هنا يعني ده دروب في بيز ايميتر في دايود هو نفس الدروب اللي هنا ده كويس. فعندنا في دي 1 بيساوي في ايميتر بيز 1 اللي هو الكيو 1 صح. لو كتبنا كل كارنت يعني لو جبنا معادله الدايود كويس اللي هو الاي بتساوي مش عارف اي اس ساتيشن كارنت بتاعه في اي تو ذا باور اوف الفولتج بتاعه على في تي صح. لو جينا خدنا لن الكلام ده فهيبقى عندي في دايود بتساوي في تي لن كويس الكارنت
اللي ماشي في الدايود، الكرنت اللي ماشي في الدايود ده اللي هو IC 3 اللي هو ده، اللي هو ده طبعا باهمال الكرنت اللي رايح حاليا للبيز يعني. كويس، فممكن نكتب معادله للدايود ده في دي للكرنت بتاع الدايود في دي 1 بيساوي في تي لان اي سي 3 على على اي اس، ده ستيشن كرنت بتاع الدايود، ستيشن كرنت بتاع الدايود. نفس الكلام ممكن نكتب في بيز ايميتر هنا، نكتب معادله ليها الفي بيز ايميتر هتساوي برضه في تي لان اي سي 1 على الستيشن كرنت بتاع الترانزستور اي سي 1 ده اللي هو الكرنت بتاعه. كويس، والاثنين دول بيساوي بعض، الفي تي هتروح مع الفي تي، يتبقى لي ان ان اي سي 1 الكرنت اللي هو اي سي 1 ده بيساوي اي سي 3 مضروبه في الريشيو بتاعت الستيشن كرنتس بتاعت الدايود والترانزستور. طبعا الريشيو دي اللي هي الريشيو بتاعت الاريا عاده يعني، يعني بقى في ترانزستور كبير وترانزستور صغير، الستيشن كرنت ده متناسب مع الايه؟ مع الاريا بتاعت الديفايس. هو مفيش معلومه جديده هنا، كل معلومه بس ان الكرنتس اللي هنا لما نيجي نديزاين عند ديزاين كي 1 ده هيبقى ترانزستور كبير هو اللي بيديني كرنت. كويس، الكرنت ماشي هناك كرنت صغيره والكلام ده بنحققه ازاي؟ يعني طيب الترانزستور ده هيبقى مساحته كبيره والترانزستور ده مساحته صغيره يعني. طبعا ده كلمه مساحه اللي بقولها دي، طبعا لو انت بتعمل انتجريتد سيركتس، لو انت بتعمل ديسكريت الكترونكس ولا بتعمل سيركت على بورده، فانت هتشتري ترانزستور هنا، هتشتري هنا ترانزستور باور ترانزستور، هتشتري باور ترانزستور. هنشوف الكلام ده في اخر المحاضره يعني. تمام، انما ده هتشتري ترانزستور ايه بيمشي كرنتس اصغر يعني. ممكن نعمل اناليسيس سريعه بما اننا حاطين هنا فولتج امبليفاير، ممكن نعمل اناليسيس سريعه للفولتج جين يعني. كويس، طبعا لما نيجي نعمل اناليسيس سريعه هنا انا ممكن يعني اعمل شويه ابروكسيميشنز عشان الموضوع يبقى سهل. اول حاجه احط السمول سيجنال موديل، الترانزستور اللي هنا ده اعتبرناه ايديال كارنت سورس وبالتالي شلناه خالص يعني في السمول سيجنال اناليسيز يعني. الدايودز اللي هنا كل واحد كسمول سيجنال، سمول سيجنال في الاخر هو الموديل بتاعه عباره عن مقاومه اللي هي الدايود ريزيستنس بتاعته. تمام، وممكن برضه اهملها الحقيقه لو قيمتها صغيره يعني، يبقى عندي كاني شورت سيركت انا، وبالتالي يبقى عندي ايه السيركت دي عباره عن فولت كومن ايميتر امبليفاير عباره عن الجي ام كيو 4 مضروبه في الريزستنس اللي انا بشوفها هنا، وبعد كده عندي الستيج دي. الستيج دي عباره عن ايه؟ الستيج دي لما تيجي تحط الستيج دي زي ما احنا اتفقنا اساسا قبل كده، في الاخر هما اثنين ايميتر فولورز بارلل لبعض. لو جينا حطينا السمول سيجنال موديل بتاعهم حتى ده السمول سيجنال موديل بتاعهم اهو. كويس، هنلاقي ان هما الايميترز بتاعتهم هما اثنين واصله بالاوتبوت، هتلاقي هنا الايميترز هما الاثنين الايميترز زي واصله بالاوتبوت. كويس، الكولكتورز بتاعتهم هما الاثنين، الكولكتورز بتاعتهم هما الاثنين واصله بالاي سي جراوند، هنلاقي الكولكتورز بتاعتهم هما الاثنين واصله بالاي سي جراوند. كويس، والانبوتس بتاعتهم البيز بتاعهم هما الاثنين واصل بان، ادي ان اي. فاحنا لو حطينا سمول سيجنال موديل للجزء ده بس من السيركت هيطلع لنا الشكل ده. لما تيجي تبص للشكل ده حتى كده من شكله هو اثنين ايميتر فولورز بارلل لبعض. طبعا لو عملنا كي سي ال عند النقطه دي هنجيب الاوتبوت، علاقه الاوتبوت بالفي ان يعني كاننا بنجيب الجيم بتاع السكند ستيج دي من هنا لغايه هنا. طبعا كي سي ال هنا في ثانيه يعني عندنا الكارنت اللي ماشي هنا هو في اوتبوت على ال، عندنا الكارنت اللي ماشي في التو ترانزستور التو ريزيستورز دول ان بارلل عباره عن في ان ماينس في اوتبوت مقسوم على المقاومتين دول، وعندنا الكارنت اللي جاي من الناحيه دي عباره عن جي ام في باي 1 في باي في باي 2 وعندنا في باي 1 وفي باي 2 اللي هم دول. كويس، فهتكتب المعادله. كويس، يعني في باي 1 وفي باي 2 اللي هي في ان ماينس في اوتبوت يعني او زي ما مكتوب هنا. بس كي سي ال يطلع لك على طول معادله علاقه الفي اوت بالفي ان اللي هو في الاخر يطلع لك في اوت في ان هي اي ال على اي ال بلس 1 على جي ام 1 بلس جي ام 2. مش مفاجاه لينا يعني، في الاخر زي ما انتم شايفين معادله ايميتر فولور، بس عندك اثنين ايميتر فولورز بارلل لبعض بيساعدوا بعض. نخلي بالنا بس في السمول سيجنال موديل، في السمول سيجنال موديل واحنا بنعمل سمول سيجنال اناليسيس، احنا دلوقتي احنا عدلنا السيركت بحيث ان اثنين ايميتر فولورز يبقوا شغالين يعني. انت بتعمل سمول سيجنال اناليسيس كويس،
يعني انت كانك بتكونسيدر في الكاركترستكس الجزء ده سمول سيجنال اناليسيس، بقى دي المفروض قيمه صغيره، فانت بتتكلم في الجزء اللي هما الاثنين شغالين فيه عشان دي سمول سيجنال اناليسيس يعني، عشان كده الاثنين ايميتر فولورز جايين بارل لبعض وشغالين مع بعض يعني كويس. فده الجيم بتاع السكند ستيج. الجيم بتاع الفيرست ستيج اللي هو عباره عن جي ام 4 في المقاومه اللي بشوفها في الانبوت هنا. طبعا المقاومه اللي انت بتشوفها عند لاين كويس دي الانبوت ريزيستنس بتاعت ايميتر فولور، بس ايميتر اثنين ايميتر فولورز بارل لبعض ممكن تجيبها في ثانيه برضه يعني. يعني انت لو حطيت هنا كده في اكس وشفت الكارنت مسحوب اي اكس هتجيب في ثانيه واحده على طول الانبوت ريزيستنس بتاعت الايميتر فولور كويس، وبالتالي التوتال جين بتاع البوش بول ستيج دي هو ماينس جي ام 4 اللي هو الترانزستور اللي تحت ده كويس مضروب في ار ان، مضروب في ار ان اللي هي الريزيستنس اللي هو شايفها، مضروب في الجين بتاع 2 ايميتر فولورز بارلل لبعض. اوكي دي اناليسز سهله طبعا جدا. في اي سؤال يا جماعه؟ في اي سؤال قبل ما نكمل؟ طب معلش بس ممكن حد ياكد لي ان انتوا لسه معايا؟ ما حضرتك يا دكتور. تمام شكرا. طيب نبدا نتكلم على شويه حاجات فابلس شفتوها قبل كده بس مستخدمه كتير في الباور امبليفايرز اللي هو كومباوند ديفايسز او بيسموه ساعات دارلينتون كونفجريشن. ان انت عايز تعمل ترانزستور ببيتا كبيره كويس، طبعا الكلام ده في البايبولر ما فيش منه في الموسفت يعني كويس، ان انت تعمل الترانزستور توصلهم بالارينجمنت دي كويس، بحيث ان انت علاقه البيس كارنت اللي هنا بالايميتر كارنت اللي هنا تبقى ايه بيتا في بيتا، لان انت هيبقى عندك الكارنت اللي هنا تقريبا هو بيتا البيس كارنت اللي هنا، والكارنت اللي هنا هيبقى بيتا الكارنت اللي هنا، فكانك انت ضربت في بيتا مرتين. فلو حطيت ده كده جوه بلاك بوكس، حطيته جوه بلاك بوكس هيبقى عندك حاجه كانك عندك ترانزستور ببيتا كبيره جدا. طبعا بالذات الكلام ده مستخدم في البي ان بي، بي ان بي ترانزستور، بي ان بي ترانزستورز عاده ممكن تلاقي البيتا بتاعتهم قليله كويس، والحقيقه الاف تي كمان بتاعتهم تبقى قليله، بس البيتا الكومباوند ديفايس بيساعدك انك تكبر البيتا، بس الاف تي بتفضل زي ما هي يعني نفس الارينجمنت اللي عملناها. احنا كنا عاملين اثنين ان بي ان صح، اثنين ان بي ان ممكن تعملها برضه يعني، هنا ده ان بي ان وده ان بي ان كويس، هنا ممكن تعمل عادي ده بي ان بي وده ان بي ان، هيظهر لك كانه واحد بي ان بي كبير كويس. ادي البيس كارنت اهو كويس، ادي البيس كارنت هنا، علاقته بالكارنت اللي هنا برضه هيبقى ايه بيتا في بيتا. اوكي برضه من الحاجات المستخدمه كتير الشورت سيركت بروتكشن، شورت سيركت بروتكشن ليه؟ مش معنى الشورت سيركت بروتكشن يعني هيحصل شورت سيركت وانت عايز تحمي السيركت دي من الشورت سيركت. طب تعالى نبص يعني، هي طبعا الفكره والكوشن سهله جدا يعني، ادي شكل السيركت الاصليه بتاعتنا صح؟ حطينا هي المقاومه دي وحطينا الترانزستور ده، هم دول الزياده. ايه اللي بيحصل هنا؟ لو افترضنا ان مشي كارنت كبير، اللود ده مشي كارنت كبير قوي فيه، مشي كارنت كبير قوي فيه، كارنت كبير جدا راح مسحوب فيه، الدروب انت بتحط هنا مقاومه صغيره جدا، المقاومه دي لو مشي فيها كارنت الكبير اللي انت عايز تحمي الدايره منه هيتولد هنا فولتج يساوي في بيز ايميتر، فيبدا الترانزستور ده يترن اون، لما يترن اون يبدا يسحب البيس كارنت بتاع الترانزستور ده فيرجع يقلل الكارنت تاني، فما يمشيش كارنت كبير جدا في الترانزستور ده. هي مش معنى السيركتس دي اللي بنعمل لها شو سيركت بروتكشن يعني، انت مثلا واحنا بندرس الفولتج امبليفايرز ما عملناش شو سيركت بروتكشن او ما جبناش سيره الموضوع ده يعني. طبعا كونسبشن سبيكينج انت ممكن تعمل الكلام ده لاي حاجه،
لكن طبعا احنا بنهتم بيه بالذات في الاوتبوت ستيجز والباور امبليفايرز، لان الاوتبوت ستيج دي معناها ان دي اخر ستيج عندك في السيركت صح. فانت مثلا واحد هنا بيجي يركب سماعه، فهو بيركب السماعه ممكن بالمفك اللي بيربط بيه مسمار ولا هو حتى الكيسنج بتاع السماعه دي وهو بيركبها كويس، يروح ملمس الجراوند مع الاوتبوت هنا صح، يلمس الجراوند يعمل شورت سيركت بايده بالمفك او بالسماعه نفسها. لو عمل شورت سيركت هنا هيمشي كانت هنا كبير جدا، ممكن كانت ده يبقى اكبر بكتير من الريتنج بتاع الترانزستور ده، رغم ان هو مثلا هو ديزاين مثلا انه يمشي 1 ملي امبير او 5 ملي امبير، بس انت ممكن تعمل شورت سيركت تمشي 100 ملي امبير، اسف 100 امبير. يعني هو ديزاين ده مثلا يمشي 1 امبير واخره او مثلا 5 امبير، وحتى تمشي عمل شورت سيركت هتمشي 10 امبير فهيتحرق. فبنعمل شورت سيركت بروتكشن ده بحيث انه لو مشي كان كبير كويس في المقاومه دي يطلع لي في بيز ايميتر تسحب من البيز كانت هنا، فالتيرن اوف الترانزستور ده تمنعه انه يمشي كان كبير عشان ما يمشيش كان كبير ويسخن ويتحرق طبعا. اوكي طبعا انت ممكن تبص لها بالسمبلستي، ممكن تبص لها انها نيجاتيف فيدباك سيركت. هي الحقيقه نيجاتيف فيدباك سيركت. يعني ايه نيجاتيف فيدباك سيركت؟ يعني لو الفولتج هنا زاد صح، ده كومن ايميتر، فالفولتج هنا زاد هتلاقي الفولتج هنا بيقل، كانك بتقلل البيس فولتج هنا، يعني بتعمل نيجاتيف فيدباك على السيركت. في اي سؤال؟ تمام. زي ما احنا اتكلمنا في البدايه خالص، الباور امبليفايرز في حاجتين بيهمونا في الباور امبليفايرز، او في حاجتين رئيسيتين بيهمونا، بما ان الاوبريشن لارج سيجنال فاحنا بيهمنا اللينياريتي او الديستورشن. الحاجه الثانيه بما ان في كارنتس كبيره تمشي فاحنا بيهمنا الباور افشنسي بتاعت الباور امبليفاير ده. يعني احنا خلي بالكم واحنا بنتكلم على باور امبليفايرز، الفولتج جين ما هواش البرايمري كونسيرن. انا مش جاي ادي، مش هدف الباور امبليفاير انه يديني فولتج جين. صحيح انا حطيت هنا حاجه تديني شويه فولتج جين كويس، بس مش ده البرايمري كونسيرن، مش هو ده الحاجه اللي انا بديزاين فويت، ومش هو ده، انا مش جايب الباور امبليفاير عشان الفولتج جين. الفولتج جين ده كنت ممكن احققه بفولتج امبليفاير قبل ما ادخل انبوت هنا، مفيش مشكله. الهدف الرئيسي من الباور امبليفاير بس الحاجه اللي تطلع بيها ما تنساهاش خالص، ان سيركت تعرف تدي كارنت كبير وتسحب كارنت كبير من اللود. حاجه تعرف تدي كارنت كبير وتسحب كارنت كبير من اللود. تمام؟ طيب الباور افشنسي بتاعت الباور امبليفايرز، الافشنسي بتاعت اي حاجه في الدنيا سواء وانت بتدرس حاجات ثيرموداينامكس ولا مش عارف ولا ميكانيكال سيستم ولا اي سيستم في الدنيا، الافشنسي بتاعته هي الحاجه المفيده على الحاجه اللي انت دفعتها. الحاجه المفيده هو ديليفر تو لود، هو ده الباور كويس، الباور اللي راح للود هو ده الحاجه المفيده اللي استفدت منها. على الباور اللي سحبته من السبلاي، الباور اللي سحبته من السبلاي ده الحاجه اللي انت دفعت ثمنها، فانت في حاجه استفدت منها، في حاجه دفعت ثمنها. طبعا انت تتمنى ان الافشنسي تبقى 100%، كل الباور اللي انت سحبه من السبلاي كله رايح للود، مفيش حاجه ديسيبيتد في السيركت نفسها. تمام؟ اوبفيسلي الاوتبوت باور ده الافشنسي ممكن نكتبها ان هي الاوتبوت باور اللي رايح في اللود على الباور اللي مسحوب من السبلاي. الباور اللي مسحوب من السبلاي ده هو عباره عن الاوتبوت اللي رايح، الباور اللي رايح في اللود زائد الباور اللي انت ضيعته في السيركت. زي ما انا قلت تتمنى ان الباور اللي ضاع في السيركت ده يبقى صفر، مفيش حاجه بتضيع في السيركت، كله بيروح على اللود. تعال نحاول نحسب الباور افشنسي للسيركتس اللي احنا بريزنتد. يعني خلينا نتكلم حاجه على الايميتر فولوور. الايميتر فولوور افشنسي، هو بس قبل ما نتكلم عن الايميتر فولوور افشنسي، هو الايميتر فولوور ده كان ينفع استخدمه فعلا؟ الحقيقه كان ينفع استخدمه، بس كان لازم اصلح اللي انا عامله. كنت اصلحه ازاي؟ زي ما احنا شايفين الليميتيشن او المشكله كانت في ايه؟ المشكله كانت في الكارنت سورس اللي تحت ده. الكارنت سورس اللي تحت ده كان عند ظبطه انا عند 32.5 مللي امبير صح؟ لو انا كنت حطيت الكارنت سورس اللي تحت ده كويس اكبر من 32.5 مللي امبير، مثلا ليتس سي 60 مللي امبير او 64 مللي امبير، ساعتها كان ممكن السوكت دي تبدا تشتغل. يعني كان ايه اللي هيحصل؟
ان اول ما كانت هنا احنا قلنا هنا عند نايس 0.26. ليه نايس 0.26؟ نايس 0.26 دي جت ان بقى ماشي 32.5 ملي امبير، بقى ماشي 32.5 ملي امبير، يعني هنا طلع لي نايس 0.26. لما جيت قسمتها على 8 اوم مشي لي هنا 32.5 ملي امبير، فبقى ودي 32.5 ملي امبير ما تبقاش كارنت ماشي في الترانزستور. طب انا لو كنت سمحت ان الكارنت اللي هنا يبقى ازيد، ساعتها لما كنت اوصل لنايس 0.26 كان هيبقى ماشي هنا 32.5 ملي امبير كويس، بس الكارنت اللي هنا كبير وبالتالي لسه ممكن يمشي كارنت في الايه؟ في الترانزستور، فما كانش هيتصير اوف ولا حاجه. صح؟ فانا ممكن احط الكارنت هنا، لو زودت الكارنت اللي هنا حطيت هنا كارنت كافي، كارنت كافي كويس، او خليت الدي سي كارنت اللي هنا كافي، وهنقول يعني كافي دلوقتي، كان ممكن احافظ على الترانزستور ده طول الوقت. طيب هو ايه الكارنت اللي انا محتاجه هنا؟ ازاي احسبها؟ سهله جدا. هو انا محتاج هنا النيجاتيف سوينج اخره كام؟ انه يوصل في بي، ده البيك بتاعي. يعني انا عايز سيجنال طالع هنا تطلع لفي بي اللي هو كان 4 فولت وتنزل لناقص 4 فولت. في بي او البيك بتاعي بتساوي 4 فولت. صح؟ فانا لو كنت قسمت 4 فولت، لو كنت قسمت ال 4 فولت اللي انا محتاجه على 8 اوم، فالكارنت اللي ماشي هنا هيبقى اخره كام؟ نص امبير. نص امبير. صح؟ فانا لو كنت حطيت الدي سي كارنت سورس اللي هنا ده حطيته بنص امبير، نص اللي هو 500 ملي امبير يعني، ساعتها كان لما كانت السيجنال توصل للماكسيمم النيجاتيف بتاعها اللي هو ناقص 4 فولت كان هيبقى ماشي هنا نص امبير كويس، النص امبير دول هيتسحبوا هنا وساعتها بس كان الترانزستور هيوصل انه يبقى اوف، اللي هو في اخر الاوبريشن هنا خلاص انا مش محتاج منه حاجه اكتر من كده. صح؟ ما كانش هيتون اوف قبل ما يوصل لليه؟ للناقص 4 فولت. تمام؟ فهو الغلطه هنا، الغلطه مش ان الميتر فولور ما ينفعش، الغلطه ان انا وانا بديزاين، وانا بعمل ديزاين للميتر فولور كفولتج بافر غير وانا بديزاين مثل فروع عشان يشتغل ك اوتبوت ستيج او باور ستيج. واضح يا جماعه؟ في اي سؤال في اللي انا قلته؟ دكتور معلش بس انا كده بقيت ملزم ان انا بدرايف ار لود ب 8 اوم، يعني بقت السيركت دي بيزد على اللود اللي جاي بعدها. صح صح يعني كلام مظبوط. احنا لما بنديزاين باور امبليفاير دايما بنديزاين باور امبليفاير واحنا عارفين اللود بتاعنا، يعني ان انا هدرايف انتنة 50 اوم، هدرايف سبيكر 16 اوم، 8 اوم، يعني 4 اوم، ببقى عارف يعني عاده الاب ستيجز انت بتبقى عارف اللود اللي جاي لك، ما بتعملش حاجه جينيك. يعني لو بتعمل حاجه جينيك خلاص، يبقى انت كنت لو انت يعني افترض ان عندك كيس تعمل حاجه جينيك خلاص هتحط كان ده كبير على قد ما تقدر. صح؟ كبير على قد ما تقدر. صح؟ اوكي تمام يا دكتور. طيب هو 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 لما انا حطيت هنا نص امبير يبدو ان في مشكله ولا ما فيش مشكله؟ هو طبعا يبدو هو مشكله يا دكتور. ممكن اتفضل. مش ممكن الفي بي اي دوت يتاثر بقى بالكرنت الكبير ده؟ الايه؟ الفي بي؟ الفي بي اي يعني الشيفت اللي هو ما بين الاوتبوت وما بين ال لا بص احنا دلوقتي لو هنشتغل باور امبليفايرز وبنشتغل بكرنت بالنص امبير والامبير والكلام ده، فانت هتجيب سبيشال ترانزستورز، يعني انت مش هتستخدم يعني مش هتستخدم 2 ان مش عارف 4 اتنينات والكلام ده، لا انت هتستخدم بقى ترانزستورز باور ترانزستورز. انا هوريكم دلوقتي انت تقدر تجيب الكلام ده طبعا، ده شيتس بتاعت باور ترانزستورز يعني هنشوفها دلوقتي. فانت هتجيب ترانزستورز اساسا معمول ان هي تمشي الكارنتس الكبيره دي. هي المشكله اللي انا اقصدها ان طبعا واضح ان ده كان كبير كويس، وده دي سي كان كبير، دي سي كان كبير. فمثلا وانا شغال في النص السايكل الاولاني ده هبقى ماشي في نص امبير ماشي هنا صح؟ رايح ما بستفدش منه بحاجه. وهيبقى في نص امبير غيرهم في البيك هنا لما اوصل 4 فولت، لما اوصل 4 فولت بالبوزيتيف كويس، 4 هنا هيبقى 4 فولت بالبوزيتيف، هيبقى ماشي نص امبير كده صح؟ وماشي نص امبير لتحت
يبقى الكرنت اللي ماشي في الترانزستور او الكرنت المسحوب من 5 فولت هيبقى كام؟ هيبقى 1 امبير. فواضح طبعا انه في كرنت كبير مسحوب، يعني هيبقى ساحب 1 امبير، نصهم رايح على اللود، نصهم رايح على ايه؟ على الـ VE او يعني ويستد، صح؟ فانا كل ما ازود الدي سي كرنت، انا كل ما هبدا ويست كرنت زياده مش رايح على اللود ولا حاجه، بيروح على اللود في نص سايكل، في نص السايكل الثاني ما بيروحش على اللود ولا حاجه. فواضح ان في ويست، وواضح جدا من الدسكشن دي ان الباور افشنسي بتاعه الايميتر فولو هتبقى سيئه جدا، صح؟ مش افشنت. خلينا نشوف الكلام ده دلوقتي. عرفنا ازاي نصلح الايميتر فولو. التصليح بتاع الايميتر فولو ان اي 1 او الدي سي كارنت، الدي سي سورس او الدي سي سبلاي اللي انت حاطه تحت ده، الدي سي كارنت سورس اللي انت حاطه ده كويس، الكارنت اللي ماشي فيه ماست بي جريتر او ايكوال على الاقل اد الفي بي على ار ال. يعني احنا في الاكزامبل كنا مدين في بي ب 4 فولت، الار ال ب 8 اوم، فعلى الاقل انت محتاج نص امبير في الاكزامبل ده عشان تعرف توصل للنيجاتيف، تعرف توصل للنيجاتيف سوينج، تعرف توصل للنيجاتيف سوينج كويس. طب لو عايزين نحسب الافشنسي بتاعت الايميتر فولو ده، الاوتبوت باور احنا عارفينها، الاوتبوت باور هي البيك اللي انت افترضته ده في سكوير بي على 2 ار ال، صح؟ لان هي افتراضين ساين ويف يعني. ده الباور اللي في الاوتبوت. طب الباور اللي في السيركت، الباور اللي في السيركت برضه سهل، هو عباره عن الباور ديسيبيتد في الكيو 1، الباور اللي انت هتضيعه في الترانزستور كويس، والباور اللي هيضيع في الكارنت سورس. الدايره ما فيهاش غير كارنت سورس وايه؟ ما فيهاش غير اثنين اليمنتس، فانت الباور ده زائد الباور اللي ديسيبيتد هنا يطلع لك الباور اللي في السيركت، صح؟ والباور اللي في الاوتبوت انت عارف. طيب الافرج باور في الترانزستور، الافرج باور في الترانزستور كويس، انت هتكمل على 1 سايكل، بتشوف 1 سايكل اوف ساين ويف يعني 1 اوفر تي زيرو تي اي سي في سي اي كويس. الاي سي اللي هو الكارنت اللي ماشي في الـ في الـ في, الـ في الترانزستور هو عباره عن اي 1 اللي هو الدي سي كارنت اللي هنا ده، زائد في اوتبوت على ال، زائد الكارنت اللي رايح في اللود، صح؟ الفي سي اي اللي على الترانزستور عباره عن ايه؟ عباره عن في سي سي ناقص الفي اوت، ناقص الفي اوت. طبعا في اوت احنا عارفين معادلته، معادله ساين ويف اللي هي في بي ساين اوميجا تي، فانت هتعوض بالكلام ده. ادي الكارنت عباره عن اي 1، الدي سي كارنت اللي ماشي لتحت زائد الكارنت اللي رايح في اللود، الفي سي اي هي في سي سي ماينس في بي ساين اوميجا ساين اوميجا تي. وبعد كامل الكلام ده هتضرب التو تيرمز دول، طبعا هيطلع لك ساين سكوير، وتعرف تعمل الكلام ده بكل سهوله كويس، وتعوض باللينس انتجريشن. طبعا ال اوميجا هنا بتساوي 2 باي على تي اللي هي الفيو بتاعتك كويس، يطلع لك ان البي افريج، وتعوض طبعا باللينس انتجريشن من 0 تي، يطلع لك ان الافريج باور في الترانزستور اي 1 في سي سي ماينس في بي، في سي سي طبعا ده السبلاي ماينس في بي على 2. الباور اللي ضايع في الاي 1 كويس هو عباره عن اي 1 في 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 اي. ليه اي 1 في اي؟ كويس، بكل بساطه لان انت عندك ادي كانت ماشي اهو، الفولتج دروب، الفولتج دروب اكروس، الفولتج دروب اكروس الكارنت سورس، الدي سي هنا بصفر، صح؟ الدي سي هنا بصفر، الافرج فاليو، الافرج فاليو للفولتج هنا بصفر، لان هنا هيبقى في ساين ويف حقيقه، بس الافرج بتاعها اكروس وان سايكل اللي هو صفر يعني، لان الدي سي هنا اساسا بصفر، فالدي سي هنا بصفر والدي سي هنا في اي اي، فالفولتج دروب اكروس الاي 1 في اي اي مضروبه في اي 1، فانت عندك في اي في اي 1، في اي اي في اي 1. طبعا احنا الفي سي سي بتساوي ماينس في اي اي، يعني انا ممكن اجمع الاثنين دول على بعض، يعني اجمع ده على ده عشان اجيب الباور اللي في السيركت، بس خلي بالي ان في سي سي والفي اي، في اي بتساوي ناقص في سي سي، فيطلع لي الباور في السيركت هو اي 1 2 في سي سي ماينس في بي على 2. في بي ده اللي هو البيك بتاع الاوتبوت بتاعك، البيك بتاع الاوتبوت سيجنال بتاعتك كويس، فده الباور اللي في السيركت كويس، وده الاوتبوت باور. الافشنسي بتساوي بي اوتبوت على بي اوتبوت بلس بي سيركت، احنا جبنا البي سيركت والبي اوتبوت عارفينه كويس. لو انت عايز تكبر الترم ده على قد ما تقدر، لو انت عايز تكبر الترم ده على قد ما تقدر، انت عايز افشنسي عاليه، صح؟ فانت عايز تصغر الاي 1 دي، تصغرها كويس، بس اقل قيمه تنفع عشان يعني عشان ينفع تشتغل اقل قيمه ان الاي 1 دي تستخدمها في بي على ار ال
عشان تديك على الاقل الكارنت اللي انت محتاجه عشان توصل للنيجاتيف سوينج. ممكن تزود عن كده، ممكن تزود، بس هتبقى بتزود وبتقلل الافشنسي، صح؟ هتبقى بتزود الكارنت دي سي كارنت بس بتقلل الافشنسي. فلو حطينا الاي 1 بفي بي على الاي ال، حط هنا في بي على الاي ال، يطلع لك الافشنسي بتساوي في بي على 4 في سي سي. في بي ده اللي هو البيك، البيك بتاع السيجنال اللي انت مطلعها، تمام؟ اعلى بيك ممكن توصل له، وطبعا انت مش هتوصل له ولا حاجه كويس، ان انت تتخيل البيك دي بتساوي في سي سي. يعني احنا كنا عاملين ندي اكزامبل هنا ايه؟ ان هنا ده 5 فولت وده ناقص 5 فولت وده بيروح من 4 فولت لناقص 4 فولت. الماكسيمم بتاعك ان ال 4 فولت دي توصل للسبلاي كويس؟ على اساس ان التنسيستور مش هياخد يعني هنجنور اي هيدروم عليه، يعني انه ان الضغط عليه هيبقى بصفر كويس؟ وده طبعا مش مظبوط يعني عشان نحافظ عليه في الاكتف، تمام؟ بس يعني ultimately يعني اخرك يعني ان ال 4 فولت دي تبقى 5 فولت، يعني ان ال VP دي توصل ل VCC. فانت حتى لو وصلت VP ل VCC اللي هو انت مش هتوصلها ولا حاجه، هيبقى الماكسيمم افشنسي اللي ممكن توصلها 25% اللي هي 1 على 4 دي الماكسيمم افشنسي. يعني انت معناها ايه 25%؟ يعني انت ربع الباور اللي انت دفعت ثمنه فقط هيروح للود. وطبعا زي ما قلت انت مش هتوصل للايه 25% دي، هتوصل ل 15 20%، 15 20% كويس، يمكن اقل من كده كمان براكتيكال يعني. فواضح ان الليميتر فولور طبعا الافشنسي بتاعته سيئه جدا، تمام؟ طيب لو في سؤال، في سؤال يا جماعه؟ في سؤال؟ طيب لو بصينا للبوش بول، البوش بول يبدو لنا يعني من شكله كده انه عندنا افشنسي احسن. ليه؟ كويس، انت وانت الانبوت بيزيد بتسحب كانت من السبلاي، وكل كانت اللي من السبلاي ده بتوديه فين؟ بتوديه في اللود. هل في حاجه بتنزل لتحت هنا ما بتستغلهاش؟ لا، كل الكانت اللي جاي من هنا بيروح في الايه؟ في اللود، صح؟ وانت في النيجاتيف سايكل كويس، برضه الكانت اللي في اللود رايحه على ايه؟ على السبلاي، مفيش حاجه رايحه معديه في الايه؟ في النص الثاني من السيركت. نخلي بالنا مثلا في الميزر فولوور كويس، وانت في البوست اوف سايكل كان في كانت رايح في اللود وفي كانت مسحوب في الدي سي هنا، انت مش مستغل ورايح فين؟ رايح في السبلاي الثاني. فكان الكانت اللي رايحه مسحوب من السبلاي ده شويه رايحه على لود شويه انت ما بتستغلهاش، صح؟ فيبدو لنا البوش بول انه بوتنشالي ممكن يدينا افشنسي احسن. طيب برضو انا ممكن احسب الافشنسي السيركت دي ان انا احسب الباور ديسيبيتد، الباور ديسيبيتد في السيركت كويس، فمحتاج احسب الباور ديسيبيتد في كيو 1، وطبعا محتاج احسب كيو 1 بس مش محتاج احسب كيو 2 لان الباور ديسيبيتد في كيو 2 باي يعني باي سيمتري هيبقى نفس الباور، هيبقى نفس الباور كويس. الباور اللي مسحوب في كيو 1 هو في سي اي سي، بس انا دلوقتي هسحب بيشتغل بس نص سايكل كويس. في سي اي هي في سي سي ماينس الاوت، اهي في سي سي ماينس الاوت كويس. الاي سي او الكارنت اللي هو الكوليكتور كارنت، الكوليكتور كارنت اللي ماشي هنا هو الكارنت اللي ماشي في اللود. الكارنت اللي ماشي في اللود هو عباره عن الاوت مقسوم على ار ال، اللي هو الاوت اهو في بي ساين اوميجا تي على ار ال. طبعا تعرف تضرب التو تيرمز دول في بعض وتعوض برضه من 0 تي اوفر 2 يطلع لك معادله للباور اللي رايحه فين؟ في كيو 1 كويس؟ طلع لك بدلات في سي سي وفي بي كويس؟ وطبعا ممكن نضرب الترم ده في 2 عشان يبقى عندنا كيو 1 وكيو 2 اهو ده اهو 2 اهي كويس؟ لما تيجي انت تسمبليفاي الكلام ده هيطلع لك باي اوفر 4 في بي على في سي سي، اضرب الترمز دول في بعض كويس، الترمز ده هنا وهنا واختصر مع ده يطلع لك باي اوفر 4 في بي على في سي سي. نفس الكلام ultimately ان انت تخلي الفي بي يعني اخرك انك تخلي الفي بي هو الفي سي سي، ساعتها هيطلع لك efficiency باي اوفر 4 اللي هي 78.5%. وطبعا انت مش هتوصل للقيمه دي برضه لان انت مش هتوصل الفي بي لفي سي سي ولا حاجه كويس. فيبدو لنا البوش بول الافشنسي بتاعته احسن من ايه؟ من الميتر فولور، وده منطقي برضه.
وده ايه منطقي. في سؤال يا جماعه؟ دكتور معلش، اتفضل. هو احنا ضربنا في اتنين ليه؟ مش ده بيشتغل لوحده في نص السايكل، ده بيشتغل لوحده في النص التاني؟ انت عايز الافرج على، انت عايز الافرج على ساين ويف كامله، انت عايز الافرج باور كويس بتاعه السيركت دي على بعضها صح؟ فانت عايز سايكل واحده من الساين ويف اللي داخل يعني كويس. ايوه فانت بتجمع الاثنين على بعض، فده من 0 تي اوفر 2، بعد كده الثاني من تي اوفر 2 تي. تمام تمام اوكي. طيب شويه معلومات بقى سريعه سهله كده يعني. الباور امبليفاير بيتقسموا لكلاسز، يعني بنقسمهم لكلاسز، وانتم كان سمعتوه اكيد في المعمل قبل كده. الكلاس اي باور امبليفايرز هو اللي ما بيبقى عندك انت باور امبليفاير الترانزستور شغال كل السايكل زي الايميتر فولو، نفس الترانزستور شغال في البوزيتيف والنيجاتيف طبعا ده لو الايميتر فولو شغال صح. كلاس بي كويس اللي هو ان كل ترانزستور شغال بس هاف سايكل، كل ترانزستور شغال هاف سايكل كويس. كلاس اي بي اللي هو ان انت بيبقى عندك كل ترانزستور شغال اكتر شويه من الهاف سايكل، يعني اكتر شويه من الهاف سايكل كويس. انت عندك كلاس اي بالمنظر ده، ده الاي سي ده الكارنت اللي ماشي في الترانزستور، ده كلاس بي وده كلاس اي بي. المعلومات دي انتوا عارفينها قبل كده، وده شكل يعني ممكن نعتبر كلاس اي زي الميتر فولور، ممكن نعتبر البوش بول العادي كلاس بي. طبعا يعني طبعا الكلام ده ابوكسيمت، احنا انا عارف كويس انه كلاس يعني السيركت دي مش بالظبط 50، اقل شويه من 50% انا فاهم كويس. كلاس اي بي حاجه زي الانهانسد بوش بول، انهانسد بوش بول اللي احنا اتكلمنا عنه كويس. في كلاسز ثانيه، في كلاسز ثانيه كويس. في كلاس سي، كلاس سي الترانزستور بيشتغل اقل من هاف سايكل. كلاس دي كويس، كلاس دي حاجه ثانيه خالص. كلاس دي انت الترانزستورز اساسا يعني احنا كل اللي فات ده ترانزستور شغاله في الاكتف او اللي هو مصر شغال في الساتويشن يعني. يعني عندنا امبليفايرز، عندنا امبليفايرز حقيقيين يعني زي الايميتر فولوور اند سو اون. دي كلاس دي لا، انت بتستخدم الترانزستورز از سويتشز، يعني تستخدم الترانزستورز از سويتشز. والحقيقه بيستخدم فيه بالس ويث موديليشن، فهو مختلف تماما يعني. بس عشان تبصوا عارفين معناتكم، بس كلاس دي، كلاس دي يعني هيستوريكلي سبيكينج يعني في الاوديو ابلكيشنز، الاوديو ابلكيشنز كان عاده بيستخدموا فيها كلاس اي بي عشان الديستورشن، كلاس اي بي عشان الديستورشن كويس. ريسنتلي بقوا بيستخدموا كلاس دي، كلاس دي في الاوديو ابلكيشنز. طبعا اللي عايز يتبحر في الحاجات دي ممكن يقدر يجيب ريفرنسز كتير ويقرا. فكلاس دي ده حاجه مختلفه تماما، بتستخدم بالس ويث موديليشن والترانزستورز بيشتغلوا as switches. كلاس اي واف كويس نفس الكلام، كلاس اي واف دول بيسموهم switching power amplifiers، switching power amplifiers، وبرضه ترانزستورز بنستخدمهم as switches يعني كويس. ودول مستخدمين اكتر في الار اف يعني. كلاس دي ده مستخدم في الاوديو ابلكيشنز، كلاس اي واف دول مستخدمين في الار اف ابلكيشنز كويس، وكلاس سي مستخدم في الار اف. بس كلاس سي دلوقتي ما بقاش مستخدم قوي، اللي مستخدم اكتر كلاس اي واف في الار اف، كلاس اي واف تمام. ده اللي انا، ده الكلام اللي انا كنت بتكلم عنه من شويه. طيب بس يعني خلينا نرجع نزود شويه معلومات اللي احنا قلناها كويس. ان احنا كنا ممكن ما نشتغلش من نيجاتيف وبوزيتيف سبلاي، كنا ممكن نشتغل في سي سي والجراوند عادي، بس كنا لازم نحط هنا دي سي بلوكينج كاباسيتور، لان هنا هيبقى ايه، هنا هيبقى في دي سي فاليو مش بجراوند تمام. ده كلاس اي بي بوش بول ان ماس تكنولوجي، عايز اقول لك بس انه ما فيش اي مشكله، ده نفس السيركت اللي احنا شفناها اللي هو الانهاس بوش بول كويس. ادي الدايود كونكتد، ادي الدايودز اهي، دي الدايودز، دايود كونكتد ترانزستور شغاله دايودز. ادي ترانزستور اللي هو كنا مسمينه كيو 4 لو افتكر صح، اللي هو دخلنا عليه الانبوت، وادي كارنت سورس، ده كارنت سورس كويس، وادي الاوتبوت ستيجز بتاعتي، الاوتبوت ترانزستورز اهو تمام. فانا عادي ممكن اعمله مصفط يعني مش مشكله. دي سيركت ده ديفرنشال امبليفاير عادي جدا كويس. فعندك هنا ديفرنشال امبليفاير تمام، وبعد كده الاوتبوت
واخده على اوتبوت ستيج، يعني انا فولتج امبليفاير واي باور امبليفاير اوتبوت ستيج، تمام؟ زي ما احنا شايفين ادي التو ترانزستورز اللي هم الاوتبوت ستيج بتاعتي، ادي الدايت كونكتد ترانزستورز، كويس. مش لازم احط يعني هنا في الامبلمنتيشن ما احطش كارنت سورس، بس لازم حاجه تسحب الكارنت، عشان كده حط ار 6، كويس. وبدل ما احنا كان عندنا كيو 4، يعني بدل ما كان عندنا حاجه يعني هنا دلوقتي، بدل ما يدخل الانبوت هنا، كويس، على كيو 4 دخل الانبوت هنا، دخل الانبوت هنا، هي صح، دخل الانبوت هنا، بقى عنده هنا ايميتر فولوور بس عامله بي ان بي، تمام. وخلى هنا هو في الامبلمنتيشن عشان حط هنا مقاومه تسحب الكارنت، دي داتا شيت الاوديو باور امبليفاير. ده واحد من اشهر الاوديو واحد من الاوديو امبليفايرز او الباور امبليفايرز المشهورين، LM386، كويس. لو جينا نبص على السيركت بتاعته هنلاقي نفس اللي احنا درسناه، يعني كويس، انت عندك ديفرنشال امبليفاير، كويس، بسنجل اند اوتبوت، خليني انا احطها هنا، يعني عندك ديفرنشال امبليفاير بسنجل اند اوتبوت زي اللي انتوا خدتوه قبل كده، كويس. واضح ان هو بيستخدم هنا حاجه شبه الدايرت امبير اهو عشان يكبر البيتا، عامل نيجاتيف فيدباك، واحنا عارفين ايه فوائد النيجاتيف فيدباك من الاوتبوت للانبوت، عامل اوتبوت ستيج بوش بول اوتبوت ستيج اي، كويس. عامل هنا الدايرت امبير بدل البي ام بي حاطط دايرت امبير، حاطط دايرت كونكتد اهو، كويس. واخد الاوتبوت عامل هنا على كومن ايميتر، كويس. فده دي تشيب اي سي تشتريها، كويس، وهتلاقي انها امبلمنتد زي ما احنا خدنا يعني، كويس. فدي واحده من ال يعني طبعا انت ممكن تجيب تشيت وتقعد تقرا فيها زي ما انت عايز يعني، تمام. هنا عامل بوصله يعني حاطط زي ما انتم شايفين دي سي بلوكينج كاباستور، هنا لازم دي سي بلوكينج كاباستور، السبلاي هنا مش بوزيتيف نيجاتيف، مش عايز هو الدي سي يعدي على السماعه. ودي سيركت بديسكريت اليمنتس، يعني هنا ده كده واحد بيعمل باور امبليفاير بيدرايف سماعه، كويس. وزي ما انتم شايفين مستخدم برضه ايه، نفس الكونفيجريشن اللي احنا خدناها، نفس الكونفيجريشن اللي احنا خدناها، كويس. بس طبعا الترانزستورز اللي انت هتستخدمهم حسب بقى الاوتبوت الكارنتس اللي هتمشيها بقد ايه، يعني دي يعني للاسف السلايدز اللي هنا ما فيهاش، انا عندي سلايدز ثانيه ابديتد. انت ممكن انت جوجل كده، كويس، جوجل على باور امبليفاير باور ترانزستورز، يعني ممكن تجوجل على ايه، نجيب الداتا شيت بتاعت باور ترانزستور، هتلاقي ان الباور ترانزستورز حتى هتلاقي ان الكيس بتاعتهم مختلفه، يعني مش هتلاقيهم، هتلاقي الكيس ممكن تلاقي الكيس بتاعتهم ميتال، كويس. ممكن تلاقي ان الكيس نفسها هتلاقيها عاده بتبقى هي تيرمينال، هي الكيس نفسها بتبقى تيرمينال من التيرمينالز للترانزستور، يعني تلاقي مثلا الترانزستور كده ليه اثنين بينز، واحد فيهم مثلا البيز والايميتر، وتلاقي الكولكتور معمول على انه الكيس بتاعه الترانزستور يعني. اوكي، في اي سؤال يا جماعه؟ دكتور انا كان عندي سؤال بس في حاجه بخصوص يعني المالتي فايبريتور والاوسيليتور. طيب خليني بس اوقف الكودينج للمحاضره دي عشان نفضل محافظين على الموضوع، وبعد كده اسال سؤالك زي ما انت عايز يعني، فانا هستوب الكودينج الاول وبعد كده ممكن نتكلم في الاسئله.